بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. ما زالت الافراح مستمره بفوز النادي الاهلي بالاميره الافريقيه ال11. والحقيقه البطوله دي بالنسبه لنا مش مجرد بطوله، ولكنها بطوله تحققت وسط تحديات وصعوبات كبيره جدا. البطوله دي جواها او جوه الفوز بهذه البطوله رسائل مهمه جدا. الرساله الاولى ان النادي الاهلي في منطقه اخرى. صدقني لا تقارن النادي الاهلي باي نادي اخر. من فضل حضراتكم فكروا في الكلام ده كويس، ما ينفعش حضرتك تقول لي اصل النادي الاهلي، انا اسف. كثير من الانديه الافريقيه، مش هتكلم على انديه مصر لانه الفارق كبير وواضح، ولكن انا بتكلم بشكل عام. لا يمكن أن تقارن النادي الأهلي بأي حد تاني، أنا بتكلم بالأرقام بالحقائق. النادي الأهلي في مصر هو مصدر السعادة ومصدر الإنجازات لكرة القدم في مصر. البطولة أيضا كانت دليل أن النادي الأهلي بيمتلك واحدة من أفضل الإدارات التي مرت على تاريخ النادي الأهلي، اللي كله إدارات أسطورية وكبيرة جدا من 1907 وحتى الآن. من حق إن أنا أقول هذا الكلام، من حق إن أنا أشيد بهذه الإدارة، من حق أقول إن أنا عندي مجلس إدارة يستطيع أن يفعل ما يريد، يستطيع أن يلبي طموحات الجمهور، يستطيع أن يضع النادي الأهلي في منطقة أخرى. أيضا هذه البطولة دليل على أن النادي الأهلي عنده لاعبين هم الأفضل في مصر وأفريقيا. النادي الأهلي بيمتلك لعيبة رجالة بيحبوا النادي الأهلي بجد. البطولة دي أثبتت دائما أن عندما تكون روح الفانيلا الحمراء موجودة فالنادي الأهلي هيحقق الإنجازات ويواصل وسيواصل تحطيم الأرقام القياسية. والدليل اللي أنا بقوله لحضراتكم موجود في مشاهد كثيرة جدا ومشاهد مهمة جدا حصلت في طريق هذه البطولة. ولكن قبل ما أتكلم عن هذه المشاهد المهمة اللي بتوضح لنا كل اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم، وإن إحنا عندنا بالفعل أفضل لاعبين، بالفعل أفضل كالعادة أفضل جمهور طبعا، وبالفعل أفضل إدارة، ايه هي المشاهد اللي بتدل على هذا الامر؟ هقولها او هتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح لاحد النجوم الكبيره جدا للنادي الاهلي واحد الناس اللي ليها دور مهم جدا 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 في فتره مهمه من تاريخ النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن سيد معوض. ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. عامل ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك، كله تمام. اول حاجه البقاء لله، يعني انا كلمتك كتير والله تليفونك كان غير متاح، فربنا يرحمه يا رب ويرحمه. ربنا يخليك، البقاء والدوام لله يا حبيبي. يا رب يا ربنا يخليك يا سيد، البقاء والدوام لله ويرحم اهلنا جميعا يا رب يا رب يا رب. كابتن سيد، الحقيقه انا لسه كنت بتكلم عن ان النادي الاهلي عندنا مشاهد كثيره جدا تخص ان النادي الاهلي هو الافضل من ناحيه الجمهور، هو الافضل من ناحيه الاداره، هو الافضل من ناحيه اللاعبين. يعني هل انا بتكلم صح ولا حضرتك شايف ان احنا ممكن طبعا يكون عندنا افضل، ولكن من وجهه نظرك شايف الامر ده ازاي؟ هو انا بشوف ان البطوله دي كانت مهمه جدا، توقيتها كان مهم جدا. نعم. والنقطه الاهم ان كل واحد، يعني اظن ان البطوله دي فيها تكامل كبير جدا، كل واحد قام بدوره، الدور المطلوب منه، يعني الجمهور قام بدوره، ان اللعيبه قامت بدورها، المسؤولين قاموا بدورهم في نفس الوقت. يعني اللي حصل مثلا في ماتش سان داونز يعني كان ممكن الهزيمه بعدد كبير، مظبوط، ممكن يوقع الفرقه وممكن يحصل بعدها دروب كبير جدا، انما اللي حصل كان في مسانده من الاداره للعيبه، كان في مسانده من الجمهور في كل الماتشات اللي بعد ماتش سان داونز. اللعيبه كانت على مستوى المسؤوليه، يعني بعد المباراه دي مباراه القطن بره ملعبك وبتكسب بنتيجه كبيره واداء قوي، فده رجعك بشكل كبير. فانا بظن حلاوه البطوله دي ان هي لا، يعني ان انت مشيت كويس في ظروف استثنائيه. الناس كلها كانت بتقول ان انت بره البطوله، اول ما جات لك الفرصه وسمحت لك
لا يعني كنت انت المنافس الاول والمرشح الاول في البطوله بغض النظر عن بتلعب مين. انت بتجيب بطوله من بره ملعبك، فرقه الوداد انا بشوفها من الفرق الصعبه جدا، والنتيجه هنا 2-1 صعبت الامور بشكل كبير، انما انت كان عندك ثقه. يعني اللعيبه طالما بتلعب بثقه، لعيبه واثقه من نفسها، زي ما قلت لك الاسبوع اللي قبل المباراه انا بشوف ان من اهم الاسابيع اللي عاشها لعيبه النادي الاهلي هو النادي، لقوا مسانده كبيره جدا، حتى هتكلم على السوشيال ميديا، مسانده كبيره للعيبه، ما فيش حد ضد لعيب معين، ما فيش حد ضد اللعيبه، حتى والنتيجه 2-1 الناس كلها واثقه فيها. فانا اظن لا يعني بشوفها من البطولات المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي بتوقيتها وظروفها الصعبه اللي مر بيها النادي. كابتن سيد، من وجهة نظرك ايه المشاهد او ايه التغيير اللي حصل بعد مباراة الصن داونز؟ ان انت خلي بالك انت اما تبقى كبير اسلام واما تحس ان حد جه على كرامتك شويه، ايوه بيبقى ليك رد فعل. يعني انت فاهم، انت ما تحبش حد يجي على كرامتك، وده اللي حصل بامانه، ان الناس كلها في النادي حست لا في حاجه مسفتنا، فلازم يبقى في رد فعل. فرد الفعل ده ان انت تاخد البطوله، انسى كل اللي حصل بقى في البطوله، انت خلاص حققت المكسب الكبير، انت الفرقه الاحسن في افريقيا، انت الفرقه الاجمد في الوقت الحالي بنتائجك، بنتائجك وبالبطولات اللي انت بتحققها. فانا بشوف لا يعني من بعد الماتش ده اما كرامتك اتمست شويه، لا انت كان ليك رد فعل كبير، والانديه الكبيره بامانه في العالم كله كده، يعني لازم يبقى ليك رد فعل قوي، ما ينفعش الامور تعدي يبقى امر طبيعي. لا هو مش امر طبيعي ان النادي يخسر، مش امر طبيعي ان النادي يخسر بهزيمه كبيره، فكان رد فعل بامانه من كل الناس. انا زي ما قلت لك الجمهور قام بدوره، المسؤولين في النادي قاموا بدورهم وساندوا اللعيبه بشكل كبير، واللعيبه كمان في نفس الوقت بامانه كل اللعيبه مستويات مختلفه تماما من مباراه القطن لحد مباراه النهائي. في لعيبه كانت مرت بفترات وحشه جدا قبل كده، اللعيبه دي كانت مؤثره في البطوله. انا مش عايز اقول الامثله بس يعني في ناس لازم تاخد حقها، يعني حسين الشحات واحد من الناس اللي لازم تاخد حقها. في لعيبه مسؤوله جوه الملعب، محمد هاني بقى لعيب مسؤول، علي معلول هو اصلا عنده المسؤوليه من قبل كده، فتميزه خلال المراحل النهائيه في البطوله برضه. فانا بشوف لا يعني انا بامانه من الحاجات اللي الواحد يعني بطوله افريقيا، خلي بالك وانت بتلعب يعني اكيد انت فاكر ايامنا احنا كنا بنحس ان عادي يعني بتاخد البطوله والامر عادي. لا الموضوع مختلف دلوقتي تماما، زمان كانت حاجه ودلوقتي حاجه تانية. انما انا دلوقتي بامانه يعني البطوله دي ليها فرحه، يعني ليها فرحه كبيره، يعني الواحد حاسس فعلا ان ده حاجه مميزه. سيد، على الجانب الاخر، اولا انا عايز اعرف رايك بقى سيد معوض في كولر، مش في هذه البطوله ولكن خلال فتره 7 أو 8 شهور منذ مجيء كولر في سبتمبر على ما اتذكر لغايه الان. اولا هنقول الصفات بتاعته اللي احنا شفناها من غير حتى هو ما يتكلم، هو راجل هادي، راجل بيشوف كل حاجه بنفسه، واضح ان هو ما بيسمعش كلام اي حد، بدليل ان هو اول ماتشات جرب فيها ناس كتيره جدا، جرب معظم الفرقه وكان بيعمل تغييرات كتيره جدا، حتى احنا كنا مستغربين ان هو بيعمل روتيشن في اول الموسم، عمال يغير في اللعيبه لان هو كان بيتعرف على اللعيبه، فاول ما تعرف على كل واحد يعني معلش هنا كان بيتفرج على اللعيبه من خلال مباراه رسميه. مباريات رسميه، مباريات رسميه هو بيتعرف على اللعيبه، يعني بيتعرف يعني ممكن لعيب النهارده لعيب ادى اداء كويس وبعد مبارتين ثلاثه مستواه نزل، فهو ما شافش مستواه الحقيقي. هو المستوى الحقيقي لاي لعيب ان اللعيب يبقى عنده استمراريه في الملعب. يعني انا هضرب لك مثالين ثلاثه، في الاول طاهر كان اساسي معاه جدا، حسين شحات كان بره الصوره تماما، اللي نهى دلوقتي العكس. العكس ليه؟ لان هو اتعرف على اللعيبه من خلال الاداء، فهو تقييمه دلوقتي للعيبه اللي عنده استمراريه في الاداء الجيد هو اللعيب الاساسي بتاعي. احمد عبد القادر نفس الكلام، لعيبه كتير جدا موجوده في الملعب. فانا بشوف ان هو يعني خد وقت عشان يتعرف على الفرقه وده شيء كويس جدا، انما هو مدرب عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في اللعيبه اللي بيلعبها، وعنده فكره بتتنفذ جوه الملعب، يعني طريقه اللعب النادي الاهلي كان بيلعب ساعات كتيره بثلاثه في نص الملعب، بس في اوقات ان هو كسبان
انما النادي الاهلي مثلا ما كانش بيبدا ثلاثه ديفندرات موجودين، ممكن مهامهم مختلفه بس ما كانش بيبقوا موجودين مع بعض معظم الوقت، مع ايوه موسيماني مع اي حد قبل كده. انما الراجل ده عمل التوليفه دي، يعني خرج من الثلاثه، خرج من حمدي قدرات هجوميه احنا ما كناش بنشوفها قبل كده، حقيقي. وطور عدد من اللعيبه كبير جدا، طور عدد. يعني هو دلوقتي عندك، يعني انا كنت على طول اول ما اتكلم على فرقه النادي الاهلي اقول عندها مشكله في الجناحين، دلوقتي العكس. عند دلوقتي العكس، هم اللي بيكسبوك. ما هو لا الكره كسبوه، خلي بالك، بيدافعوا كويس بيدافعوا كويس وبيهاجموا. وبيهاجموا انا كويس. كنت لسه اقول لك دي، والنقطه الاهم خلي بالك هو ان انت اللعيب الاجنحه في العالم دلوقتي لازم يكون جاب جون او عمل جون خلال المباراه، ما صح بيطلعش كده، صح وده اللي حصل الفتره الاخيره. بيرسي ده وحسين الشحات هم في كل اللقطات المميزه للنادي الاهلي هم موجودين فيها، سواء جابوا جوان سواء صنعوا اهداف سواء موجودين في الناحيه الدفاعيه. بيرسي ده عمل مباراه الوداد الاولى حتى هو ما كانش في اعلى مستوى ليه، بس الناحيه الدفاعيه بالنسبه له في كورتين ثلاثه وانت ايوه كسبان اثنين، فانا بشوفها من الحاجات اللي يطورها لك مدرب، يعني في التزام في الملعب. فهو مدرب واضح ان هو عنده التزام تكتيكي كبير جدا، واضح هو ان هو بيبقى عارف عايز ايه من الماتش. تغييراته ممكن تبقى متاخره شويه بس هو عشان عنده فكره معينه، عشان بينفذ حاجه مش سايبها كده على حسب مغريات الماتش. هو الراجل بيحب يلعب بالطريقه دي وبيحب اللعيبه اللي بتنفذ بالطريقه دي. انما هو انا اتمنى كواحد بقى بيحب النادي الاهلي ان اي مدرب يبقى موجود في النادي الاهلي يبقى مشروع. مشروع بمعنى يعني يبقى فتره كبيره، فتره كبيره هو اللي يطور لك اللعيبه. اعتقد ان ده اللي بيسعى ليه اداره الكره في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ان هو المشروع زي ما احنا بنتكلم. ولكن انت تعلم دلوقتي التحديات الماديه حتى كبيره جدا جدا، وهناك بعض الانديه في الخليج مثلا بتعرض ارقام اضعاف واضعاف اللي انت بتعرضها، وبالتالي تحديات كبيره جدا ان انت تقدر تحافظ على سواء مدربين او لعيبه. اكيد، بس انت بتعمل اللي عليك، يعني بالظبط بالظبط. وطبيعي جدا، هي الكوره بتبقى فترات كده، ممكن تلاقي فتره الاغراءات في اماكن تانيه كبيره جدا، وممكن تلاقي العكس، تلاقيك انت هنا في مصر اعلى من اماكن تانيه من كتير. اماكن اخرى. وده اللي كان بيحصل السنتين ثلاثه اللي فاتوا، يعني هتلاقي كل مثلا لعيبه شمال افريقيا بيقول لك انت، يعني صح، انت كنت اولويه بالنسبه لهم لان انت كانت فرصه كبيره جدا. فانا بشوف يعني الفكره نفسها ان يبقى عندك مدرب مشروع يبقى عارف كل حاجه، يبقى هو اللي بيخطط للنادي، بيخطط عامل التواصل مع قطاع الناشئين، عامل التواصل في الصفقات الجديده، عامل التواصل مع المجموعه الموجوده حاليا، هو اللي بيختار اللعيبه، هو اللي بيقول مين يمشي ومين يقعد. اظن ده يعني هتبقى حاجه مميزه للنادي الاهلي لو كمل فتره طويله 3 4 سنين، هيفرق مع النادي الاهلي جدا. طيب بالنسبه لكولر اخيرا، يعني في موضوع كولر، هناك البعض بيحاول، يعني حتى هذه اللحظه يمكن من يومين او من 3 ايام حتى بعد فوزه بالبطوله، بيحاول ان هو يقلل من اسهامات كولر مع النادي الاهلي. ايه رايك؟ اسلام، هو مدرب حقق كل البطولات اللي شارك فيها، والنقطه الاهم انا ممكن ايوه انا مش فاهم، هو يعني انا ممكن اطلع اقول ان سيد ينفع انا اطلع اقول مثلا ان سيد معوض ده ما عندوش فكره، ما بيعرفش يرفع اوفر، ما بيعرفش يرقص، ما بيعرفش يقف في الباك ليفت، ما ينفعش ان انا اقول كده، لان انا لو قلت كده الناس هتقول عليا كلام ما يصحش اقوله على الهوا. بنتائجه وببطولاته، انت فاهمني؟ والنقطه الاهم برضه يا سام، انا مع احترام طبعا بحترم الناس كلها وكل حاجه، طبعا بس انت مثلا كسيد عايز يقول رأي الكلة، قول لي 1 2 3، قول لي اسبابك، ما يبقاش كلام اللي هو كلام عام اي كلام. طب ايه المعنى؟ انا عايز اوصل للمعنى، يعني ايه المعنى في ان انت تقول على كولر او على اكس على كولر؟ خلينا نتكلم على كولر دلوقتي، انا بتكلم على كولر بقول ان هو ما عندوش فكره في ظل ان هو دخل 4 بطولات، لو جبنا ارقام يعني دخل 4 بطولات فاز ب4 بطولات، زي ما انت بتقول كل تقريبا المحللين الفنيين بيتفقوا على ان تطوير اداء معظم اللاعبين خصوصا النقاط الضعف اللي كانت موجوده عندنا اصبحت نقاط قوه، وبالتالي ده بيقول ان احنا معانا مدير فني جيد. طبعا، والنقطه برضو الاهم، الراجل كان جاي على ايه؟ خلي بالك موسيماني كان مدرب كبير جدا، طبعا موسيماني جه والنادي الاهلي كان خارج من بطوله افريقيا، ما حصلش على بطوله افريقيا بقاله فتره، فعمل تغيير كبير ان هو النادي خد البطوله وخدها ولعب كاس العالم للانديه وخد المركز الثالث.
بعد ما مشي موسيماني والفتره بتاع سواريز دي كانت فتره صعبه شويه، اللعيبه اتاثرت، انت ضاع منك الدوري، اللعيبه كانت في اقل مستوياتها بعد كده، اللعيبه ما النادي خد قرار مميز جدا وهو راحه اللعيبه صحيح، وكمل، ده انا بشوفه من القرارات اللي فرقت مع ده النادي. اول حاجه هتكلم فيها يعني. انا بعد تليفونك اول مشهد بالنسبه لي هو هيكون هذا المشهد، بدايه اراحه اللاعبين بهذا القرار اللي انا بعتبره قرار تاريخي الحقيقه. طبعا لان فرق معاك جدا، انت اللعيبه هي اللي شاركت في البطوله على فكره، ما زادش عليها حد كبير جدا، انت كل اللعيبه اللي ريحت يعني اضافات قليله جدا، انما حتى اللعيبه اللي كانت مصابه لما رجعت بشكل كويس، يعني انا لان هي اعتبرتهم في اتجهزت. وقتها، اعتبرتهم في وقتها ان هم، انا قلت 11، هم كان 11 واحد مريحين، فانا قلت 11 صفقه جديده. والله يا سيد انا قلت كده، فطبعا الناس طلعت اتريقت، يا عمي انت بتطلع تقول ايه وبتاع. الحمد لله يعني دلوقتي نقدر نقول ان ال 11 صفقه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي كان لهم، او اراحه، او القرار بتاع اراحتهم كان له دور كبير جدا في هذا الامر، طبعا فرق في اللي معاك احنا فيه جدا، دلوقتي يعني. فرق معاك جدا، فرق معاك بشكل كويس جدا، بدليل البطولات اللي انت عمال تحققها والمستوى كمان اللي بتأدي بيه اللعيبه دي، يعني اللعيبه دي مختلفه عن قبل الراحه يعني، فاكيد الراحه دي فرقت معاهم والقرار ده فاد الفرقه بشكل كويس جدا. انما اخيرا بالنسبه لكولر، يعني هو كل مدرب بتقيم في حاجتين، اولا البطولات اللي بيشارك فيها، وخصوصا ان هو في نادي كبير بياخد بطولات، هو الراجل خدها، تطوير اداء اللعيبه، هو الراجل بيعمل كده، فانت عايز منه ايه تاني؟ انا النقطه بس صح، اللي يعني اللي شايفها اللي ممكن، بس دي كان لازم ياخد وقته فيها، هي ان يبقى نظره بعيده شويه لسنتين ثلاثه قدام. لسنتين ثلاثة قدام. أعتقد إن النهاردة يعني اللي أنا فاهمه إن من بكرة هيبقى، أو من النهاردة الساعة 9 تقريبا، هيبقى في عدد كبير من الناشئين موجودين يتمرنوا مع الفرقة، وبالتالي أعتقد إن نظرته للناشئين هتكون نظرة مستقبلية أكتر يعني منها شيء آخر. في السنتين ثلاثة، يعني أنا من يومين مثلا اتسألت إن إذا مشي حمدي فتحي، بالظبط. فأنا كان ليا وجهة نظر، المكان ده فيه دلوقتي السولية، في البيانت، في مروان، مروان في قندوسي، إن شاء الله هيرجع أكرم، موجود برضو قفشه ممكن بيلعب، الراجل استخدمه الماتش اللي فات في الحته دي، بس انا بتكلم في ايه؟ كل ده ما يخلكش مثلا تفكر في صفقه خارجيه، فكر في مثلا في ولد انت في تقصد سن 18 انا عندي سنه. الحته دي فيها استقرار، وبالتالي انا عندي خمسه سته فاقدر احط بينهم ولد ولد 17 صغير 18 سنه يتعلم. يطلع يتعلم وياخد وقت قليل، فمع الوقت خلال سنه او سنه ونص هيكون لعيب في الفرقه، يبقى انا استفدت، وكمان زي ما انت قلت يا اسلام الاغراءات والضغوطات الماديه الكبيره جدا، فانا بوفر 20 30 مليون من صفقه، صحيح صحيح. وبرده وبامانه مين اللعيب اللي بره النادي الاهلي جوه الدوري اللي انت هتشوف ان هو هيفرق معاك بشكل قوي؟ لو انا تفكر بشوف فيها ايام زمان زي متعب مثلا، متعب ما هو صعد من قطاع الناشئين، طبعا وجوزيه اداله ايامنا يعني، اداله شويه حاجات، طبعا اداله شويه ماتشات، وبعد كده دخله حسام عاشور، طبعا مثال حسام عاشور واضح لهذا الامر. طبعا دلوقتي اعتقد مثلا محمد هاني مثال واضح لهذا الامر، احمد عبد القادر مثال واضح لهذا الامر، اكرم رمضان توفيق، وتريزيجيه اما طلعوا لعبوا، رمضان وتريزيجيه، رمضان صبحي وتريزيجيه لما طلعوا ولعبوا واحترفوا بعد كريم كده، نيدفيد، كريم وندفت. نيدفيد لما قال، صحيح هو الطبيعي، وانت عندك الفرصه، يعني انت نقطتي ان انت تدخل ولد مع المجموعه اللي موجوده، هتشيله وهتخليه يبقى يؤدي اداء كويس، فانا بشوف ان النادي، انا اللي بره المجموعه اللي بره النادي اللي الناس بتقول ان ممكن يبقى في تفاوض ما بينها وبين النادي او انت شايف مرشحه، الناشئين افضل؟ انا بشوف ان انت لو ما جبتش حد احسن من اللي موجود عندك، يبقى ولد تصبر عليه ويتطور تحت مدرب افضل. كبير زي اللي موجود، هيفرق معاك بشكل كبير، وهتفرق معاك يعني، انت لو وفرت صفقتين ثلاثه في 20 30 مليون، انت لا، بتوفر 100 للنادي مليون 100 مليون جنيه، فالموضوع يعني، وبرضه ميزانية. طبعا، وما يكونش تاثير يعني، ما يكونش الولد ده مثلا هو رقم واحد في مكانه، هو صح. رقم اثنين او ثلاثه، فمع الوقت هيبقى رقم واحد. لا كمان ما يكونش رقم اتنين يا سيد، يعني انا برضو معاك في الكلام اللي انت قلته فيما يخص وسط الملعب تحديدا، انت عندك
وفرة كبيرة في هذا المكان، وبالتالي تقدر لو حصل حاجة زي ما بيتقال، أنا معرفش طبعا هو دي ليست معلومة من قناة الأهلي، أنا بس بقول إن ده كلام بيتقال، إنه لو حصل حاجة زي دي وحد من نص الملعب مشي، فبالتالي يبقى ممكن يبقى رقم 3 و4 أو رقم 4 أو 5 عشان يتعلم من الأربعة خمسة اللي فوقيه ومن مدير فني كبير زي مارسيل كولر. وما يجيش فرصة في ماتشات أقل شوية كان هي إن أنا أديله فرصة هياخدها. بالظبط كده. كل الأندية إسلام، في برشلونة مثلا، في ولد 2007 كان قاعد احتياطي في ماتش أتلتيكو مدريد. أتلتيكو صح. أتلتيكو مدريد. أصغر لاعب تقريبا ونزل آخر خمس دقايق تقريبا. يعني في ماتش أتلتيكو مدريد ده مش ماتش سهل، ده ديربي موجود يعني. فإن أنت يعني الموضوع بالنسبة لك إن أنت الفكره دي تكون مطروحه جوه النادي، انا شايف ان هي هتبقى من اهم الحاجات اللي هتفرق مع النادي الفتره الجايه ان شاء الله. سيد علي معلول، بالنسبه لي وبالنسبه لك وبالنسبه لكثير من الاهلاويه، واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان، وبالتالي اولا شفت علي معلول ازاي في الفتره الاخيره ده اولا، ثانيا علي معلول وما حدث بعد المباراه الاولى وقدرته على اللعب بهذا الاداء في المباراه الثانيه. انا بشوف ان علي من اهم اللعيبه في النادي الاهلي. علي قائد، حتى لو هو مش لابس شرط الكابتنه، هو من كباتن الفرقه ومن اهم اللعيبه اللي في الفرقه، ووجوده في الملعب مهم جدا. وحتى المباراه الاولى يعني خلي بالك، يعني هو المباراه الاولى كلنا غلطنا يعني. لا، وهو علي هي النقطه، مش على فكره ممكن في لقطات بتعدي، انت حظك السيء ممكن لقطه هي يعني اللي تلزق. ايوه هي اللي تلزق. خلي بالك كان الكابتن محسن الله يديله الصحه يقول لك أيوة ايه، فاكر اللقطه الاخيره؟ فهي جت اللقطه الاخيره بس للاسف. يعني انت ممكن تعمل حاجات اسوأ من كده كتير. وتعدي يعني، تلاقي الموضوع صح. مش باين اصلا، وانت تبقى حاسس ان انت عامل جنايه جوه الملعب. باين، انما انت حظك السيء ان الكوره دي بس ان علي بيطلعها باليمين، يعني هي دي النقطة. إنما المباراة الثانية أنا بشوف علي من أهم اللعيبة خلال البطولة كلها، يعني حتى التقييم خلال البطولة، والراجل يعني من الناس، من أهم اللعيبة اللي قلت لك عليها في النادي، والمؤثرين جدا ومن كباتن الفرقة. فأنا بشوف تواجده جوه النادي مؤثر جدا. عموما يعني أخيرا لو حابب تقول حاجة لجمهور الأهلي واللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الجاية بالنسبة للدوري، بالنسبة للبطولة الأفريقية سيد. لا يعني طبعا لازم نقول مبروك لكل واحد تعب في البطولة دي، سواء جمهور سواء مسؤولين سواء لعيبة. يعني بطولة غالية جدا. والنقطة الثانية إن شاء الله بطولة الدوري، يعني أنا بشوف إن هي إن شاء الله قريبة جدا، هي مسألة وقت بس. النادي لازم ياخد 3 أو 4 ماتشات الجايين ويخلص البطوله بدري عشان يبقى زي الموسم اللي فات، تقدر تريح لعيبه وتقدر تدي فرص، ويبقى عندك الموسم الجديد، لان انت خلي بالك السوبر هيبدا بدري. هيبدا بدري بالظبط. لازم لعيبتك تاخد راحه وترجع تعمل اعداد كمان. فانا بشوف ان شاء الله يعني انت ريح، عايز تخلص بدري تقصد يعني. ريح نفسك من بدري. يعني خلي الامور بالنسبه لك ان شاء الله تكون محسومه. وانا شايف ان الامور قريبه، يعني النادي الاهلي باي لعيبه موجوده هيقدر يحقق المكاسب خلال الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن سيد معوض، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الفنيه الحقيقه. خليني بقى ابدا استعرض مع حضراتكم مشاهد للتوثيق عشان تعرفوا ان النادي الاهلي دائما مختلف، النادي الاهلي في منطقة أخرى. هبدأ مع حضراتكم زي ما كابتن سيد معوض قال، وزي ما احنا كنا، أو لمن يفكر سيبكم من شمهورش والجن والكلام اللي بيتسمع واللي بيتقال ده، حاجات يعني بصراحة أنا مش عارف، لكن سيبكم الكلام ده، خلينا نتكلم بالمنطق. إيه اللي حصل؟ قرار تاريخي خده كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته واداره الكره باستكمال مسابقه الدوري الموسم اللي فات باللاعبين الناشئين والعائدين من الاصابه، زي ما حضرتك شايف اهو. تعرف على قرارات مجلس الاداره، اولى قرارات مجلس الاداره في هذا التوقيت يعني، وبالنسبه لي هو ده بدايه الفوز بال4 بطولات اللي انا فزت فيهم هذه الايام. الكلمتين او السطرين اللي حضراتكم شايفينهم، انا بشوف ان السطرين دول سطرين للتاريخ. تخيل حضرتك لو كان حصل حاجه العكس، كان ايه اللي هيحصل في الكابتن خطيب؟ طيب ايه اللي حصل؟
استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة. ساعتها كابتن محمود الخطيب طلع على شاشة قناة الأهلي واتكلم عن هذه الأمور. فقرار إراحة اللاعبين الأساسيين أو هذا القرار كان له تأثير إيجابي جدا، وكان له هذا التأثير الكبير على مستوى النتائج الفترة الأخيرة. والحمد لله أن في هذا البرنامج ومن هذا المكان ومن المكان هناك عند الكنبة، لما كنا نقعد بنتكلم وأنا الناس اتريقت عليا. الناس اتريقت عليا أن أنا بقول أن 11 صفقة. الناس اللي طلعت تقول لك يعني الناس ما شافتش الجون بتاع محمد عبد المنعم فبتقول ان ده جون شمهورش اللي بيجيبه، او هم بيقولوا او بيتكلموا بهذا الشكل. فتخيل حضرتك ان الناس دي اتريقت عليا لما كنت بقول حاجه منطقيه في كره القدم، ولكن عشان هم ما يعرفوش يعني ايه كره قدم، وما يعرفوش ان ده ان في ان وعمرهم ما لبسوا شرطات، فما يعرفوش يتكلموا، مش عارفين يقولوا ايه، بيضربوا اي كلام. اللاعبين في الوقت ده كانوا بيعانوا من اجهاد كبير جدا وضغط مباريات كبير جدا. وفعلا من وجهه نظري ان هذا القرار كان قرارا للتاريخ، وكانت البدايه في المشهد الاول بهذا القرار اللي خلانا وجهه نظري، وكانت وجهه نظر كابتن خطيب في ذلك الوقت واقنع الناس كلها بيها، دلوقتي احنا فزنا باربع بطولات. طب المشهد الثاني، المشهد الثاني من هذا الامر هو فيلم. لما نكرر او نتذكر الفيلم اللي احنا بنتكلم فيه ده، هتلاقي ان طريق الانجازات اللي اتحققت كانت المشهد الثاني في هذا الامر في طريق الانجازات التعاقد مع مارسيل كولر. كابتن خطيب ولجنه التخطيط تعاقدت مع هذا المدير الفني اللي كان وقتها بيقول لك اصله مش قادر يمشي، اصله تعبان، اصله كبير، اصله ما مسكش انديه قبل كده، اصله ده بيمسك منتخبات بس، على اساس ان اللي بيمسك منتخبات بس ده وصمه عار في تاريخه وفي جبينه. المدير الفني اللي حضراتكم بتتكلموا او اللي كانوا بيتكلموا عنه ساعتها اهو قالوا ان هو ما عندوش فكره، ما زال واحد بيقول كده لغايه دلوقتي. اللي امام حضراتكم هو ده اللي حقق ما حدث خلال الفتره السابقه، بايه؟ بسبب قرار اتخذته لجنة الكرة أو إدارة الكرة في النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالتعاقد مع هذا الرجل اللي حقق كل البطولات اللي نافس عليها حتى الآن، وحقق العلامة الكاملة بتحقيق أربع بطولات من أربع بطولات. كولر اللي ظهر بشخصية النادي الأهلي، كولر صاحب الشخصية الرائعة اللي قدر إن هو يجمع كل اللاعبين، أفضل من قام من وجهة نظرنا بعملية التدوير في الفترة الأخيرة. المشهد اللي حضراتكم شايفينه، إذن المشهد الأول قرار تاريخي بإراحة اللاعبين، المشهد الثاني التعاقد مع مارسيل كولر. طب إيه المشهد الثالث؟ من وجهة نظرنا المشهد الثالث المهم جدا هو تعامل النادي الأهلي ومجلس إدارته مع الأزمات. يعني الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت، وكان هناك مطالبات من بعض الجماهير الأهلاوية وبعض من لا يشجع النادي الأهلي. الأهلاوية على دماغي من فوق يقولوا اللي هم عايزينه حقهم، التانيين كانوا بيقولوها بأغراض أخرى، لكن أزمة من الأزمات أن أنت خسرت الدوري، وكيفية تعامل المجلس وإدارة الكرة في النادي الأهلي مع خسارتك للدوري ومرتين سنتين ورا بعض، وده مش طبيعي. ساعتها النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي تعاملت مع هذا الأمر بمنتهى الاحترافية، ريحت اللعيبة. تاني الأمور واللي شفناها في دوري المجموعات، تعرض النادي الأهلي لهزيمة كبيرة جدا من سان داونز. مش متعودين إن احنا نتغلب بهذا الشكل، احنا مش متعودين نتغلب نص صفر، فما بالك بهذا الرقم 5-2. ولكن هذا التوقيت تعامل كابتن محمود الخطيب، انا هنا بقى هشاور على كابتن محمود الخطيب اللي عقد عديد من الاجتماعات سواء مع كولر
وبحضور طبعا كابتن حسام غالي ولجنه التخطيط، او مع كابتن سيد عبد الحفيظ، علشان يعمل ايه؟ علشان يدرس الموقف ويشوف القرار عايز ايه؟ ايه القرار اللي انا اخده كمسؤول عن كره القدم في النادي الاهلي بقرار مجلس اداره، والمدير الفني عايز ايه وايه احتياجاته؟ وايه المعوقات؟ اجتمعت لو تفتكروا امام حضراتكم اهو لجنه التخطيط مع كابتن سيد عبد الحفيظ. علشان ايه؟ علشان يوجد حلول سريعه، ونعيد ترتيب الامور من جديد. هو ده الفكر الاداري اللي لازم احاسب عليه كابتن خطيب، بعيدا عن القرارات السريعه الغير مدروسه. فهنا انا بقول ان كيفيه التعامل في الازمات، كيفيه التعامل في الازمات، ان انا قدرت اعدي الازمه دي بمنتهى العقلانيه. ولما اتكلمت انا مثلا مع حضراتكم في هذا الامر من خلال البيت الكبير، قلت لكم ان المركب في وسط البحر ما ينفعش نغرقها، بالعكس لازم نمسك ايدينا في ايدين بعض. ها، ودي كلمه من الكابتن خطيب كانت معايا تحديدا، وكان لما كنا بنتكلم قال لي كده، فلازم نمسك ايدينا في ايدين بعض ونعدي، وعدينا وكسبنا البطوله. طيب، اجواء قبل نهائي دوري الابطال او يعني المباراه النهائيه، وساعتها هنا بقى بتكتمل المشاهد المميزه اللي كان ليها دور حاسم في تحقيق هذا الانجاز. والبدايه هنشوفها مع محمد هاني. معلش اعذروني، المشهد ده انا اقدر اتكلم عنه كويس جدا لانه حصل، وبنفس معرفش ليه الباكات اليمين دايما هم اللي بيعملوا هذا الامر، ولكن محمد هاني واحد من كباتن الفرقه او كابتن الفريق، فاتكلم في هذا الامر. عندنا كواليس كتيره جدا ممكن نحكي عليها، كتيره جدا، ونتكلم عنها بدايه من مباراه سان داونز، بس انا حابب اتكلم في الرتوش الاخيره اللي حضراتكم شفتوها دي، او اللي حصلت خلال مباراه الوداد. كلام محمد هاني دي كانت بعد المباراه الاولى و2-1 وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. حضراتكم شايفين ثقافه ابناء النادي الاهلي؟ شايفين روح الفانيلا الحمراء؟ ممكن جدا واحد يطلع يقول الكلام ده مش مهم ومش مؤثر، اقسم بالله هذا الكلام له تاثير كبير جدا جدا. شكرني انا ابو تريكه، عماد النحاس على ما اتذكر، بركات او جمعه مش فاكر، مانويل جوزيه قال احنا هنكسب بالكلام اللي قاله فلان وفلان وفلان وفلان، بنفس اتكلمنا بنفس الطريقه دي. انا عشت الاجواء دي وشفتها. عارفين يعني واحد في ظل الزعل والحزن يطلع، مع ان انا ما اعرفش كانوا زعلانين، لكن ماشي، يطلع ويطلب من كل اللاعبين ان هم يقفلوا ملف المباراه دي ويركزوا في اللي جاي، وان الاهلي قادر على تحقيق الفوز على الوداد في المغرب في مركب محمد الخامس. هاني بيقول لهم احنا ما خسرناش، وبيني وبينكم احنا عندنا لعيبه رجاله تسمع الكلام، وعارفين او بلاش بيسمعوا الكلام، بيقيموا الكلام صح. كان لازم ان في حد يفوق اللعيبه ويقول لهم ده وقت النقف، الاسبوع ده نقف مع بعض. القائد محمد هاني اللي اتربى جوه النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي. بصراحه هاني في الفتره الاخيره، انا كل الناس كانت بتتكلم عن علي معلول، انا كنت سايب الوقت ان انا اتكلم فيه عن محمد هاني اللي يستحق مننا كاهلاويه كل التحيه وكل التقدير. بيقدم مستويات اكثر من رائعه على جميع المستويات، سواء فني او قيادي جوه الملعب، فهو واحد من كباتن الفريق ولهم دور مهم جدا جدا مع الفرقه. من ضمن المشاهد اللي كانت في النهائي مشهد مميز جدا جدا لمدير الكره في النادي الاهلي حكاه عن علي معلول. خلينا نطلع نشوف هذا المشهد ونرجع نتكلم. علي واحنا بنقرا الفاتحه قال احنا جايين ناخد الدوري، سوري ناخد بطوله افريقيا، وهنتعرض لكل حاجه، وممكن يجي فينا جون، بس نفتكر ان احنا السنه اللي فاتت جينا هنا وخرجنا من الملعب ده واحنا خسرين البطوله،
احنا مش هنخرج بالبطوله، مش هنخرج من الملعب ده غير واحنا واخدين البطوله. ده كلام علي معلول اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، ان علي معلول قال هذا الكلام للعيبه قبل بدايه مباراه الوداد في مركب محمد الخامس. لعيبه نازله الماتش النهائي بالروح اللي حضراتكم سامعينها وبالحماس ده، لازم يكسبوا هذه البطوله. علي معلول القائد هو كمان اشعل حماس اللاعبين، ولكن بطريقه تانية وفي وقت تاني. بداها محمد هاني بعد المباراه الاولى مباشره، ونهاها علي معلول قبل بدايه المباراه الثانيه مباشره. وخلي بالكم هو قال ايه؟ قال اعمل في حسابك انه ممكن يخش فينا جون. لازم تكون مقتنع كاهلاوي او كلاعب في نادي الاهلي ان انت تقدر تعوض، وده اللي حصل. لقطه ثانيه ومهمه، وكانت بدايتها الموسم اللي فات واتكررت الموسم ده. محمد عبد المنعم وروح الفانيلا الحمراء. محمد عبد المنعم في المباراه الاولى عمل ايه؟ قال لهم، شاور لهم على النادي الاهلي وقال لهم احنا رقم واحد. في مباراه السنه اللي فاتت اللي احنا خسرناها لاسباب الجواب اللي استخبى، ولكن رسالته كانت واضحه لجمهور المغرب الشقيق، ايه؟ احنا النادي الاهلي رقم واحد. صح؟ طيب ايه اللي حصل؟ زي ما حضرتك شفت، ربنا كرمنا، علي اوفر، عبد المنعم هدف كلنا شفناه طبعا. هو الكلام اللي بيتقال ان احنا ما شفناهوش ده سيبكم منه، كلنا شفناه، بس يمكن ما شفناهوش من الفرحه، لكن ماشي، كلنا شفنا الهدف. محمد عبد المنعم احتفل ازاي؟ رقم واحد. وفي النهايه زي ما قال كابتن محمود الخطيب، اتس نوت فير. لما تحقق العدل، كابتن خطيب قال اتس نوت فير. لو تفتكر عندما هزم النادي الاهلي في البطوله السابقه اللي هي السنه اللي فاتت في مركب محمد الخامس، وعندما حاول رئيس الاتحاد الافريقي ان هو يراضي كابتن خطيب، قال له ايه؟ قال له اتس نوت فير. فعندما تحقق العدل، محمد عبد المنعم عاد من جديد واحرز هدف مره اخرى، استطاع ان يفوز به النادي الاهلي بهذه البطوله المهمه جدا. العزيمه هي اللي بتحقق الانتصارات. المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها هي دي اللي بتوصلنا لكده. مشهد ورا مشهد ورا مشهد ورا مشهد، نصل في النهايه ان احنا نمسك الكاس ونرفعه وان الجمهور يفرح. طيب من ضمن هذه المشاهد ايه؟ فرحه اللاعبين مع بعض، عبد المنعم وهو مع معلول. اشمعنى معلول؟ خلينا بس نطلع نشوف اللقطه دي ونرجع. المشاهد دي اللي انا بعرضها لحضراتكم واحده ورا واحده هي اللي بتصنع البطولات. هذه المشاهد هي مشاهد العزيمه والروح والحماس، الرغبه الحقيقيه في اسعاد جمهور النادي الاهلي، هي دي سر الانتصارات. اللي بيعمله معلول مع محمد عبد المنعم، ولا محمد عبد المنعم مع معلول، هي دي روح الفانيلا الحمراء، هي دي سر من أسرار هذه البطولة. طب في إيه الأسرار الأخرى؟ خلينا نطلع نشوف برضو سر آخر من أسرار هذه البطولة وارجع أشرح لحضراتكم. هذه هي التحية التي يستحقها جمهور النادي الأهلي. احنا بنقف احتراما وتبجيلا لهذا الجمهور الكبير الرائع، جمهور الأهلي اللي دايما ورا فريقه في كل مكان. سر من أسرار الفوز، لا مش سر من أسرار الفوز، هو السر الأكبر لفوز النادي الأهلي بكل هذه البطولات، جمهور النادي الأهلي. أنا شخصيا فخور جدا جدا جدا، ودايما بقول إن جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد. 2000 مشجع كانوا في المغرب، تحس إن احنا 2 مليون، كانوا واثقين في نجوم النادي الأهلي وكانوا سبب الحماس والانتصار. وزي ما عرضنا قبل كده اللي جمهور الاهلي عمله قبل المباراه وقرار اطلاق الصفافير لتدريب في تدريب اللاعبين عشان يتعودوا على الاجواء، هذا هو الجمهور. هذا هو الفارق الكبير ما بين جمهور بيعمل حاجه عشان فريقه وجمهور بيوقع فريقه. جمهور النادي الاهلي بيعمل الايجابي، النقد البناء.
وجهة نظري أن هذا الجمهور هو أفضل جمهور في العالم اللي يخلي الفريق يصل. بصوا الفرحة عاملة إزاي، هذا هو الفارق ما بين جمهور النادي الأهلي دايما وأي حد تاني. المشهد تاني، المشهد ده برضو من المشاهد اللي أنا شخصيا بعتبرها واحد من المشاهد المهمة جدا. نطلع نشوف دموع علي معلول ونرجع نكمل. علي معلول واحد من النجوم المميزين لفريق النادي الأهلي من ساعة ما جه لغاية لما هيبطل كورة، هيجي يوم ويبطل كورة، لازم تنسي الجنسية ولكن أهلاوي الهوية. هو واحد من أبناء النادي الأهلي، أو كل جمهور النادي الأهلي بيعتبر علي معلول واحد من أبناء النادي الأهلي، واحد من كبار الفريق، واللي هيفضل دايما كبير علي معلول. ومن علي معلول نروح لدموع أخرى، دموع كابتن الفريق محمد هاني، أو واحد من كباتن الفريق محمد هاني، ونرجع نكمل. محمد هاني اللي اتكلم وحفز اللاعبين بعد مباراة الذهاب بيعيط دلوقتي بعد فرحة الفوز بهذه البطولة. محمد هاني من وجهة نظري يستحق دعم، أو يعني يستحق محبة جمهور النادي الأهلي، خصوصا في الفترة الأخيرة لأنه كان عليه كم ضغوط كبير جدا جدا، عليه وعلى بقية اللاعبين الحقيقة. ولكن محمد هاني وعلي معلول ومن قبلهم محمد الشناوي وكل اللاعبين كان عليهم ضغوط كبيرة جدا جدا. هم لعيبة النادي الأهلي كلهم رجالة، وهيفضلوا دايما رجالة، وهنفضل دايما واقفين معاهم كجمهور. محمد هاني زي ما قلت قائد ولاعب كبير في المستوى الفني وعلى المستوى القيادي. بما اننا بنتكلم عن محمد، فخلينا نقول او نشوف الشناوي عمل ايه وارجع اكمل مره اخرى. هي اشياء لا تباع ولا تشترى، لن تجد هذه المشاهد الا داخل النادي الاهلي. موقف لا يحتاج الى شرح كبير، لانه هو الحقيقه. هذه الامور لن تجدها ولا هتشوفها ولا هتسمع عنها ولا ما في الجن زي ما بيتقال ولا في حتت. باختصار الاشياء دي بتوضح هو يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه قيمه ومبادئ، او ايه هي القيم والمبادئ اللي بتمثل او بتمثل عظمه القلعه الحمراء. ناس كتيره جدا مندهشه مستغربه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي من انجازات النادي الاهلي اللي ورا بعض على كل المستويات، مستويات محليه افريقيه عالميه، ما عندناش مشكله. ولكن هذه اللقطه محمد الشناوي الكبير مع مصطفى شوبير الصغير، صغير سنا يعني، في لحظه استلام الميداليات مصطفى كان بره الفرقه، وبالتالي قلع الميداليه وحطها في رقبه مصطفى شوبير اللي كان له دور مهم في ان احنا نكسب هذه البطوله زيه زي بقيه الزملاء. محمد الشناوي لقطة تاريخية يستحق عليها الحقيقة كل التحية وكل التقدير. ومحمد الشناوي في النهاية أو النادي الأهلي، هذه هي أخلاق النادي الأهلي. إيه اللي حصل بعد كده؟ الفرحة والسعادة والتنطيط والسطلنة وعبد الباسط حمودة لما صورها. طبعا أنا بشكركم جدا، لأن عبد الباسط حمودة غنى الأغنية معانا هنا، داخلين في 2-3 مليون يعني شافوها. فانا سعيد جدا بهذه الامور، لانه في النهايه انا بحب اعمل اللي جمهور الاهلي عايزه. السطلانه بقى والشغل الحلو ده حاجه اصبحت ترند من لا شيء. وهنا انا ما بتكلمش على الاغنيه، انا بتكلم على شعبيه النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي وجماهيره العظيمه بتتمثل في ايه؟ في اللي احنا هنشوفه دلوقتي. كان في 10 تنفار يعرفوا حاجه؟ محدش كان فاهم بيتقال ايه، صح ولا مش صح؟ الاغنيه دي ايه دلوقتي؟ معديه. القصه مش في الاغنيه، القصه في ان لعيب نجم في النادي الاهلي غنى الاغنيه، جمهور النادي الاهلي وداها فين؟ زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ترند بقى لها اسبوع من يوم الماتش لغايه دلوقتي. اخر مشهد احتفالات الشارع المصري. بالفعل يظل دائما النادي الاهلي هو اكسير السعاده، او اللي بيخلي الناس تبقى مبسوطه، اللي بيخلي الضحكه تبقى على الوشوش. اهو اللي حضراتكم شايفينه، جمهور الاهلي العظيم في المغرب اتكلمت عنه، ولكن جمهور الاهلي العظيم ايضا في كل شوارع مصر.
وفي كل العالم الأجواء الرائعة اللي عاشتها جماهير المصرية خلال أسبوع. ألف مبروك لرجالة الأهلي، كان لازم أستعرض مع حضراتكم هذه المشاهد للتوثيق. احنا من بكرة هنبتدي نتكلم عن مباريات الدوري، ولكن عشان الناس تعرف البطولات بتتحقق ازاي، مش بالكلام، مش بالكلام والسحر والجن والبتاع والهجس، لا، هو ده الأهلي، هي دي إنجازات الأهلي، هي دي روح النادي الأهلي بالعرق وبالمجهود وبتفكير الإدارة اللي وصلتنا لهذا الكلام، اللي وصلت حضراتكم لهذه الفرحة. شكرا لكل واحد ساهم في هذه الفرحة على وشوش كل المصريين، بلاش كلهم، 90% من وشوش المصريين. اللقطة اللي حضراتكم شايفينها بالنسبة لي تمثل كل شيء حلو، كل شيء حلو. حبيت بس ان انا اوثق لحضراتكم كيف يمكن او كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطولة. في طبعا تفاصيل كتيرة جدا، وفي تدريبات وفي اجتماعات وفي معسكرات وفي خصومات وفي مكافآت وفي روح وفي عب. لكن في النهاية كلمة السر الرئيسية اللي حضراتكم شايفينها، مشاهد ورا بعض، انتهت هذه المشاهد بهذا المشهد اللي أمام حضراتكم. إدارة محترفة، تخطيط، حماس، جمهور، روح فانيلا حمراء، وبالتالي يظل دائما النادي الأهلي صاحب أكثر بطولات بالفكر الاحترافي الرائع ومساهمة الجميع في الوصول لهذا الشكل الرائع وهذه الفرحة الكبيرة. أتمنى أن أنا أكون يعني وصلت لحضراتكم يعني إيه بطولة، بعيدا عن الكلام الهجس اللي احنا بنسمعه. أتمنى أن تكون وصلت لحضراتكم كيف يمكن. واللي عايز يعمل معايشة يجي يقول لي يا إسلام أنا عايز أعمل معايشة، وهحاول أخلي الإدارة أنها توافق على اللي عايز يجي يعمل معايشة. حاضر من عيني. أغنية مهمة جدا، أغنية أنا الأهلي. بعد كده النهاردة عندي ضيف مهم جدا أنا لم ألتقي به منذ فترة طويلة جدا على الهواء، فالنهاردة هيكون معايا ضيف مميز، ضيف واحد من أبناء النادي الأهلي، واحد من الناس اللي بتتكلم، مسك منتخب صغير، مسك منتخب أولمبي، مسك منتخب أول لفترات طويلة جدا، عنده خبرة كبيرة جدا جدا. هذا الجيل من اللاعبين، تريزيجيه على صلاح، على حجازي، على الطقم ده كله، كان له دور كبير جدا جدا في وجود هؤلاء اللاعبين في كرة القدم المصرية. النجم الكبير كابتن ضياء السيد اللي هيكون ضيفنا النهاردة، هنقعد معاه ونتكلم معاه في كل هذه الأمور. هنتكلم معاه في الكورة، وهنتكلم معاه في كيفية صناعة البطل، أو كيفية بقى صناعة البطولة من وجهة نظر كابتن ضياء السيد. أغنية أنا الأهلي، وهيظل دائما إحنا الأهلي، كلنا الجمهور هو الأهلي، هيظل دائما في حب الأهلي وفي حب انتصارات النادي الأهلي. هذه الأغنية، بعد كده فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن ضياء السيد في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ضياء السيد. ازيك كابتن ضياء؟ اسلام منور، ويعني سعيد جدا 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 بوجود حضرتك معانا. انا اللي سعيد ان شرف لينا طبعا موجود معاك، طبعا شرف لينا احنا، انا وانت في قناه النادي الاهلي طبعا، فالشرف كله لينا ان احنا نكون موجودين في القناه طبعا، وكمان في مناسبات جميلة وفي وقت ممتع بالنسبة للنادي الأهلي وتفوقه بشكل كبير جدا في البطولة الإفريقية، فأنا سعيد إن أنا موجود معاك جدا يعني. ربنا يخليك يا كابتن. خليني أبدأ مع حضرتك من البداية. هنتكلم طبعا عن فوز النادي الأهلي باللقب، وبيني وبينك أنا اتعودت دايما في النادي الأهلي خلال الفترة اللي أنا كنت موجود فيها إن أنت لما بتفوز، لكن إحنا المرة دي عندنا وقت إن إحنا نحتفل طبعا، يعني عندنا وقت، ولسه الماتش خدنا وقت يعني من بعد المباراة لغاية الماتش اللي بعد كده الحمد لله كان عندنا وقت ان احنا نحتفل. وبالتالي توقيت كويس، كنا بنطلع من بطولة تلاقي عندك يومين ماتش فما بتلحقش تحتفل، ما تلحقش تعمل حاجة، ثلاثة الاثنين السوبر والكاس نفس القصة، بعديها بيومين ثلاثة ماتش فما بتلحقش تحتفل، وبعدين دي البطولة الأم كمان يعني بطولة إفريقيا، كله بينتظر وجاية حواليها حاجات وأحداث كتيرة جدا،
وانك تحققها بالشكل ده طبعا، وبعدين يبقى في اسبوع راحه، فده خلى جمهور النادي الاهلي يحتفل بشكل مثالي وبشكل ممتع، وطبعا الناس مبسوطه جدا لانه هي بطوله كبيره، ودايما النادي الاهلي عينه على البطوله دي وبيخطط دايما ليها، ودايما بيخطط ليها علشان هي ماسكه ثلاث حاجات، يعني ماسكه سوبر افريقي وماسكه كاس عالم الانديه. صحيح. ففيها زخم بطوله بثلاث بطولات، فعشان كده يعني مبروك لجمهور النادي الاهلي ولمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والبطوله الكبيره دي. قبل ما نتكلم عن البطوله والبطوله الافريقيه كابتن ضياء، يعني احنا في التاريخ واحنا بنشوف السي في، يعني بسم الله ما شاء الله سي في قوي جدا، سواء مع المنتخبات او حتى مع النادي الاهلي او مع نادي ام بي او مع نادي سيراميكا، ولكن الحقيقه الفتره الاخيره بعد اعتقد كيروش كانت اخر كيروش تجربه كيروش مع المنتخب، يعني انا لسه كنت بتفرج واحنا قاعدين نفس المجموعه اللي موجوده ايام كيروش. لا ما مجموعه صلاح وحجازي والنني ويعني المجموعه دي هي ما شاء الله مجموعه، انا كنت محظوظ ان اشتغلت معاها فتره كبيره جدا سواء على منتخب الشباب او في المنتخبات الكبيره، مجموعه مركزه، مجموعه على مستوى احترافي عالي جدا، بيفكروا كويس جدا في الكوره بشكل كويس معظمهم، يعني عشان كده هم عصب المنتخب وعصب المنتخب القومي بشكل كبير جدا، يعني هم كباتن دلوقتي في المنتخب، طبعا بيجي عليهم ناس تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد وفتوح، كل الناس بتيجي، لكن هم يعتبر العصب يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم وياخدوا بطوله افريقيا، يعني هدف ليهم يعني ده الاهم. ولكن برضه كابتن كيفيه الاختيار بالنسبه لي، مين اللي اختار المجموعه دي من الاول؟ عين كابتن ضياء شافت محمد صلاح طبعا خدوا وقت، هو بص كان موجود الله يرحمه كابتن جوهري مدير فني الاتحاد، وجابني وقال لي احنا عايزين تعمل منتخب شباب، بس احنا هنعمله بدري سنتين علشان الولاد بيحصل لهم تغيرات، ويبقى عندك فتره هيدخل ناس ويطلع ناس ويدخل ناس وتعمل اعداد. عملنا قعدت قبل ما نشتغل في المسابقات الرسميه سنه ونص تقريبا او سنتين. ياه كنت تختار منين بقى؟ من كل حته، بتروح من الدوريات او ونعمل دورات ونعمل مجمعات، وفي اجازه نص السنه كنا بيعمل حاجه، كان كابتن جوهري عامل حاجه جميله جدا، عامل منتخب القطاعات، منتخب شمال الصعيد وجنوب الصعيد وبحري، لا كنا بنجيبهم بننزل في المقاولين في اجازه نص السنه وبيقعدوا في الفندق المقاولين وبنعمل دوره، كان بيبقى قدامك حوالي 80 لاعب من شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومن قطاع بحري والقاهره الكبرى. اوكي. وبيبقى كل الناس قدامك، لو على انك بتتابع دوري القطاعات كان اقوى من الدوريات دلوقتي، كان دوري قوي، دوري جمهوريه قوي جدا. وكل ده بقى فبتختار وبتشتغل وبتضم، بتعمل المعسكرات وتعمل ماتشات الوديه وبتفرغ وتدخل وتفرغ وتدخل. فلانه في السنه بيفرق اللعيبه طبعا في التكوين الجسماني وفي التفكير، في لعيبه بتقع منك في لعيبه بتكمل، بس برضو العين هنا كانت ما هو انا ليه انا قصدي العين العين مهمه جدا بس كل المنتخبات الصغيره لحد المنتخب الاولمبي من غير اعداد في عدد مباريات، يعني اللعيبه دي لعب حوالي 40 50 ماتش دولي، لعبنا كل الجنسيات والمستويات افارقه واسيا واوروبا، دورات في الامارات، دورات في المغرب، دورات كل حاجه، فالماتشات الكتيره للولاد للمنتخبات هي اللي بتعمل منتخب قوي. هتلاقي منتخب شوقي عمل كده، منتخب كابتن حسن شحاته عمل كده، المنتخب اللي عدد مبارياته قليله في الاحتكاك مش هيكمل بشكل كويس، ده هيبان في كل منتخباتنا دلوقتي، عدد احتكاكها بماتشات وديه قويه اقل بكتير كتير، اقل بكتير جدا، عشان كده بتجد صعوبه في 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 المكسب، بتجد صعوبه في انهم يكملوا يعني. لكن البدايه حضرتك تقصد هنا ان الاعداد هو البدايه الحقيقيه يعني احنا دلوقتي الرسمي اللي موجود اللي شغال للمنتخب الاولمبي. مظبوط. خرج منتخب الناشئين وخرج منتخب الشباب.
ما ينفعش الاتحاد ككوره يعني يبقى عريان لحد دلوقتي اساسا، والثلاثه دول موجودين كان لازم يبقى في منتخبين صغيرين وراهم حتى لو بدون طبعا بدون اشتراكات. هو ده اللي حضرتك اتكلمت فيه بقى بالظبط، ان انت قبلها بسنتين لازم يبقوا متكونين دلوقتي وشغالين وياخدوا وقتهم في الشغل، لانه في النهايه انت بتصنع لاعب دولي مش بتصنع لاعب نادي هيقعد النهارده ويمشي هو انا ليه بتكلم في هذا الامر؟ بالظبط. ليه؟ لان هو دلوقتي زي ما حضرتك قلت اساس المنتخب الوطني دلوقتي اللي بقى له كام سنه وهقول لك على حاجه، كل المنتخبات اللي اشتغلت من اول كابتن شوقي مثلا وكابتن حسن هتلاقي منهم خمسه سته سبعه في المنتخب الاول، خمسه سته سبعه في النهايه، عشان خدوا جرعات تدريبيه وجرعات احتكاكيه كويسه جدا، عشان كده لما بيطلع في المنتخب الاول ما تقولش الراجل ده ناقصه مش بس ضعيف، لا اصله عنده رهبه، اصله مش لا مكمل لغايه دلوقتي، لا مكمل لانه خد فتره احتكاك قويه جدا جدا جدا. 10 تقريبا بيلعبوا منتخب اول 2011 كنا بنلعب بطوله افريقيا في جنوب افريقيا. طيب يعني احنا بقالنا دلوقتي ادي 11 لا بالظبط بالظبط، كان قبليها بقى 3 سنين شغالين بالظبط، هو ده قصدي ان احنا لا السن يا اسلام، السن ده او اي سن بعيد عن الدرجه الاولى محتاج وقت واحتكاك، وقت شغل واحتكاك، وقت شغل واحتكاك، وقت شغل واحتكاك. بس هنا لا انظر لنتائج ولا تنظر لنتائج بس كده، لا انت احنا لعبنا في حاجات كتيرة جدا، لعبنا المانيا ولعبنا البرتغال لا 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 احتكاك قوي جدا. الاحتكاك ما هو مش هيتعلم انه يكسب بس، ما هو في احيانا في ماتشات هيتغلب فيها، ما هو ده هيتعلم الحاجات اللي غلط فيها. ده احنا واحنا رايحين كاس العالم في كولومبيا عملنا تور، رحنا البرتغال لعبنا ماتشين وطلعنا من البرتغال على كوستاريكا لعبنا كمان ماتشين مع منتخب كوستاريكا، وبعدين تروحنا كولومبيا. هو ده الكلام كل ده حتى قبل كاس العالم في التحضيرات رغم ان الكره كانت واقفه الوقت ده كانت الكره كانت واقفه، لكن عملنا ده حتى قبليها كمان كابتن سمير قلت له احنا عايزين، قال لي الدنيا واقفه هنعمل ماتشات احتكاك ازاي. كلمت الناس في الامارات مشكورين، كان معالي يوسف السركال كان رئيس الاتحاد، قلت له انا في ورطه، عمل لي معسكر في الامارات وجاب لنا الكاميرون وجاب لنا السعوديه والامارات ويا الكونغو يا غانا، عايز كده احسن من كده في اكتر من كده حاجه، واستضافونا مشكورين جدا يعني في الوقت ده، ولعبنا الماتشات دي كلها، عملنا دوره ولعبنا الماتشات. فعايز اقول لك كان في تنوع في الاحتكاك، كان في تنوع، ده اللي خلى يعني حتى هم طلعوا من عندي راحوا استلمهم هاني راح بيهم اولمبياد، كان 9 في الملعب صح، ده انا 9 لعيبه كانوا في الملعب راحوا الاولمبياد اللي في لندن 2012 انت واخد بالك صحيح، ما فيش رهبه، لعبوا ماتشات كتير واحتكوا وراحوا كاس عالم وراحوا وبعدين خلصوا الاولمبي راحوا منتخب اول على المنتخب الاول. فهو التسلسل اللي عايز يشتغل ويعمل منتخبات قويه عشان تصب في المنتخب الاول لازم اللي تحت يشتغل بهذا الشكل، وقت واحتكاك، وقت واحتكاك طبعا مع تدريب وشغل، بالعكس ده الدنيا اتطورت والجهاز زاد والاناليسيز زاد والمخططين الاحمال زادوا والدنيا والحاجات دي كلها. ايه الفرق ما بين محمد صلاح، النني، حجازي، تريزيجيه، مجموع اللي موجوده، وما بين اللي ما كملش من وجهه نظرك؟ العقليه، تفكير، مش محتاجه دي على طول، التضحيه، واحد ساب حاجه عشان يوصل للحاجه دي، واحد ما قدرش يسيبها، واحد فضل ماسك هنا، واحد في ناس جات لها فرص انها تفضل وتبتدي، كانت بداياتها صعبه في الاحتراف ما استحملتش رجعت. في ناس بدايتها كانت صعبه، كلهم كانت بداياتهم صعبه في الاحتراف يعني، كلهم قابلتهم حاجات كتيره، مطبات كتيره جدا يعني. لو هتاخد على الستار البيج ستار صلاح يعني
قابل حاجات كتيره طبعًا. جدا، قابل مشكله تشيلسي، قابل لا من اول سويسرا لما راح وابتدى يتعلم اللغه، ابتدى يتعلم اللغه وتعلم اللغه وعمل مواسم كويسه، وبعدين يجي له بعد سنتين عرضين في وقت واحد ليفربول وتشيلسي. تشيلسي دخل، بس هو راح تشيلسي لان مورينيو كلمه ساعتها وقال له انا محتاجك، وهو راح تشيلسي قابل عقبات ما استسلمش، كان ممكن يستسلم صح، ما استسلمش وقال لا انا عايز اطلع اعاره، راح طالع راح على فورنتينا وبعدين من فورنتينا راح رايح روما اشتغل. صلاح عنده ميزه انه بيستفيد من كل مدرب بيشتغل معاه، كل مدرب ياخد من عنده حاجه يستفيد بيها. سباليتي فرق معاه في جزء كبير من التطوير، كان مصمم هو انه يرجع انجلترا لانه مش حاسس انه عمل حاجه في انجلترا، فرجع. كل دي عقليات، انت بتفكر ازاي انك عايز تعدي العقبه دي ولا تعدي العقبه دي، عشان كده العقليه بتفرق بشكل كبير جدا في تطورك. تطور دماغك بينعكس على تطور جسمك، على تطور طموحك، كل الحاجات دي كلها. هل حضرتك على تواصل مع محمد لغايه دلوقتي؟ اه لسه من يومين ثلاثه، ما بنهنيه بعيد ميلاده يعني. الكلام ده بيبقى حلو ليه؟ لانه ناس ممكن تقول لك اصل صلاح كبر، صلاح بقى في حته ثانيه. لا صلاح وكلهم كلهم طبعا، ولكن زي ما حضرتك لكن انا على تواصل معاهم يعني. كلهم، لكن لا صلاح عمره ما كبر وعمره انسان مهذب. الفرق خلي بالك في وصوله للي هو ده جزء من العقليه. ده جزء صح. كبير من العقليه انك انت دايما المدربين الكبار في اوضه اللبس بعد ما بيكسب ماتش اللي بيتسال يقول لك علينا ان نتواضع عشان الماتش اللي بعده. لازم نتواضع، احنا كسبنا وفرحانين، علينا ان نتواضع. اوكي. لانه التواضع جزء من العقليه السليمه، جزء من انك تفكر في ان طموحك ما فيش حاجه تعطله. الحاجات دي كلها، لكن صلاح قمه التواضع، قمه الانسانيه. وده بينعكس عليه، بتشوف كل زمايله بيتكلموا ازاي، كل من بيتعامل مع صلاح بيتكلم عليه ازاي بشكل ايجابي يعني. برضه يا كابتن، وحضرتك وانت بتتكلم مع اللاعبين ساعتها، صلاح والنني والحجازي ومحمد ابراهيم، بقيه اللاعبين وكل الناس اللي موجوده يعني في الوقت ده، ايه اللي يخليك تشوف ان محمد صلاح هيوصل لكده؟ لا غير العقليه، بعيدا عن العقليه. لا ما هو بص، هو اللعيب بيبقى عنده مهارات وعنده مميزات. كل واحد في مركزه عنده مميزات، مميزات مخلياه موجود في المنتخب، مخلياه انه مميز عن قرينه. لكن انت بتتعامل معاه انه طموحه يحترف، انه طموحه يروح في حته بعيده. كابتن ضيع عنده الفكره دي. عندي طبعا، انا ما كنتش مانع لاي حد، اي حد تجيله خلاص. بس انا اللي انت دايما يعني مش حابب تبرز دورك في لا انا عايزك تبرز لا دورك. لا ما هو ده موجود، يعني ده موجود لانه القعده الفتره الطويله ما بتقعد مع مجموعه وبتتعامل معاهم، هم بيتطبعوا بالكلامك لان بالزبط. الكلام مهم جدا، والنصايح هي كلها مجموعه نصايح. انا بشوف يا كابتن ان المدير الفني في المراحل السنيه الصغيره تحديدا طبعا له الدور الاكبر والابرز في نجاح اي لاعب. لا له دور خصوصا حاجتين، دور اكبر طبعا، لا بيحط الاساس الصح. الله ينور عليك. ناحيه تدريبيه وناحيه معنويه، بيرجع لي وبيرجعوا لي في حاجات كتيره جدا، حتى واحنا مش مرتبطين تدريبيا مع بعض. لا او حتى وهو انا بتكلم على الوقت اللي كان في منتخب الشباب. لا طبعا، هو لو في مشكله حصلت عند النني ساعتها كلهم كان بيعمل ايه؟ كان كلهم بيجيلك. كلهم كان حجازي كان بيجي لو في حاجه بره بنساعد فيها طبعا، لانه اي مدير فني دوره كده. لا الادوار مهمه جدا. مهمة جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي خلتني فرحان. هنقلك لناحية تانية خالص، بعودة بدر رجب للنادي الأهلي. حلو جدا، لأن بدر بيملك الدور ده بشكل كويس. أنا كنت هسألك السؤال ده على كولر. وكولر طبعا ده اكتشاف، ده بيعمل كده وبيعمل كده وبهدوء وباين من مرحلة الانسجام اللي بينه وبين اللعيبة في ده. هنروح لكولر، ولكن بدر رجب طبعا، بدر بيملك دي، بيملك التواصل الجيد مع اللعيبة، بيملك انه يخلي اللعيبة يرتبط بيه ويسمع، لان ممكن اللعيب تكلمه بيبقى فيه جزء
يعني اقول لك بيقول ايه ده، طب الكلام ده كده، لكن طريقه بدر في التعامل مع اللعيبه بتخلي اللعيبه يرتبط بيه وينفذ اللي هو بيقوله، فبيكون انعكاس كويس. بدر يملك ده بشكل كويس، على عين كويسه جدا في الشغل، على شغل بقى هو تقريبا نمره واحد في الشرق الاوسط في الشغل الفني في الجزئيه دي، بقى عنده خبرات كبيره جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي انا فرحان بيها، انه بدر هيعمل اضافات، القطاع عامل حاجات كويسه بس ناقصه حاجات كتيره جدا فنيه وبدنيه وحاجات كتيره هيكملها بشكل كويس مع المجموعه ان شاء الله اللي اختارها ربنا يوفقه. انا بشوف انها هتبقى فيها فايده كبيره جدا للنادي، عشان كده المدرب مهم جدا انه يبقى عنده الجزء الثقافي ده في عمليه التعامل مع اللعيبه. والدرجات الاعمار مختلفه، اوكي، مدرسه الكوره وبعدين فرق اللي بتلعب منافسات فاكبر تعامل في التعامل بره الملعب والتعامل الفني والبدني مهم جدا، وده ينقص كل مصر دلوقتي، ينقص كل مصر الاهتمام بالمدرب بتثقيفه. ما كانش في دورات غير يعني الدكتور جمال محمد علي مؤخرا، يعني بتاعه اللايسنس دي رخصه زي رخصه العربيه انت بتسوق بيها، بس على الاقل ممكن تعلمك. لا مش هتعلم برضو؟ مش هتعلم. طب انت رأيك بتاخد إيه؟ لا رايي احنا عملناها في القطاع نفسه احنا عملناها ليه، انه كان كل شهر او شهرين بنجيب محاضر حد من الفيفا، النادي الاهلي كان بيعملها وبيجيبوا يحاضر مدربين، اوكي، كان بيجي حاضرنا. يعني مثلا انا النادي الاهلي طلعني رحت اياكس قعدت شهر، اوكي، معايشه، وبعدين لما جيت مش طلعني وخلاص ونساني، لا انا جيت بدي اللي خدته كله، الجرعات اللي خدتها طبقها مش هطبقها، ده للمدربين في محاضرات للمدربين، اوكي، انت واخد بالك، انا مش بديها للمحاضرات على اساس ان انا كبرهم، لا عشان انت اللي رحت، عشان انا اللي شفت الحاجه الجديده فبتديلها فبنقلها. فده لازم يشتغل، لازم القطاع يبقى خليه ان المدرب يتأهل كويس عشان الرياكشن على اللعيبه يبقى افضل من كده، لازم يبقى افضل من كده بكتير. يعني حضرتك تتوقع من دلوقتي نجاح قطاع الناشئين خلال الفتره اللي السنه اللي جايه، يعني على الاقل هيبقى في فتره تنظيميه وفتره فنيه كويسه جدا مع بدر ان شاء الله. ان شاء الله. كولر، انا بشوف ان الكلام اللي حضرتك قلته ده بينطبق على كولر، لانه في النهايه أنا شفت حسين الشحات ما قبل وما بعد كولر، مع اختلاف الضغوط في المجمل بقى. القطاع الناشئين هيشتغل بدون ضغوط، هيشتغل ويطلع. لكن كولر جه في فترة، كولر بقى له تقريبا 9 شهور، ما اعرفش إعدادك سبتمبر لغاية دلوقتي، 9 تقريبا، جه في فترة الدنيا مش ضلمة في الفرقة، مظبوط، ضلمة في عملية التنظيم، ضلمة في انه عنده مجموعة لعيبة. النادي الاهلي خد قرار وهو اعظم قرار بإراحة اللعيبة، ده كان اعظم قرار عشان يجي كولر يستلم لعيبة ريحت ويشتغل معاها اسبوعين تقريبا، هو اشتغل اسبوعين يعني. عنده ضغط حاجات كتيرة، لعيبة كتير ما بين صغيرين كانوا مكملين الدوري، ما بين لعيبة في الاعارة، ما بين تيم خسران دوري وكاس، فهو المفروض انه جاي يصلح ده كله. كل ده محتاج وقت، مفيش فرقه كره ما بتحتاجش وقت، لكن التجاوب اللي كان موجود من مجلس الاداره ومن اللعيبه تحديدا في افكار كولر، واحده بواحده الراجل يعني حصل تجانس وحصل انسجام في الافكار اولا ثم في التنفيذ ثانيا. كل ده وانت ماشي لازم بتحصل عقبات طبعا، انت مش لانه واحده واحده الافكار دي مش سهله، يعني انه يظبط البسيطه بشكل سهل. يمكن دي ما حصلتش هذه، او ولا حضرتك تقصد عقبات بعيدا عن البطولات، يعني بعيدا عن البطولات. وبعدين هو داخل مضغوط بقى، انت مطلوب منك تعدل كل المايل، كل السيئات او المساوئ اللي حصلت في الموسم اللي فات، صحيح، وكل دي بتشمل حاجات كتيره جدا، بتشمل لعيبه، بتشمل جمهور ضاغط عليك، بتشمل لا هاتوا عايزين راس حربه، لا عايزين سردباك، لا عايزين بكرة، كل ده ضغط
ضغط على النادي وعلى المجلس الإدارة وعلى اللعيبة نفسها وعلى كولر، فهو تعامل بقى ده. وعارف لما تبقى الدنيا العملية مشبكة بشكل كبير جدا، واحدة واحدة مع إدخال أفكاره والناس اللعيبة خدت، ما خدتش وقت، عشان كده بقول لك تجاوب اللعيبة ده مهم جدا. ما خدوش وقت في إن هم يعوضوا في دماغهم، إن هم يعوضوا، ما خدوش وقت إن هم يفهموا الراجل. فدخل في ده وعمل حاجات مبهرة جدا في 9 شهور، 4 بطولات ومن منافسين كبار. فعايز أقول لك طبعا ختمها بحاجة، هو نفسه في حالة انبهار بالبطولة دي. صحيح. بالبطولة دي تحديدا، بطولة أفريقيا. فكولر عنده مميزات إنه هادي، وهو مش هادي يعني، هو نفهم هادي هادي في طرح شكل. طبعا، لكن لو تشوف ردوده مثلا ساعة ما تقال له هو انت ليه ما اديتش شارة الكابتن لعلي معلول، وما لعبتوش ليه تقريبا، لا ما اديتلوش الشارة، ويعني ياخدها علي وش. فطبعا شوف رده كان عامل ازاي، رد يعني كرباك، انت واخد بالك الرد بتاعه كان صعب، انا ابوظ النادي وقواعد النادي، انا وابوظ التيم والتفكير في الماتشات اللي انا لازم اكسبها علشان اجامل او اعمل، لا احنا هنمشي على يعني هو هادي، يبان انه هادي، مش من المدربين اللي بتزعق على الخط على اللعيبه، في مدربين تقعد تزعق وتروح، هو لا بيتعامل بشكل، هي بتبقى مختلفه من مدرب لمدرب، هو يبان هادي في التعامل مع اللعيبه في اوضه اللبس، هو مش هادي، هو بياخد قرارات وبياخد قرارات في وقتها وبينفذ، وعشان كده هو سيطر على اوضه اللبس، سيطر على عقول اللعيبه، واللعيبه خلاص بقت الامور انت تبعد، عارف ترجع ازاي. اوكي. انت بعدت، انت عارف، حط السيستم ده وابتدى التفاهم، وربنا مع توفيق ربنا والاستقرار اللي عامله مجلس الاداره بشكل كبير جدا، الامور مشيت، والمكسب بقى بيبين الحاجات دي كلها. اوكي. خد بالك المكسب بيبين الحاجات دي كلها، خد بالك عملية الإحلال واللي بيدخله والتجديد، أو إنك تدخل عناصر جديدة، خصوصا عناصر اللي دخلت في يناير كانت مهمة جدا. في اتفاق ما بين مجلس الإدارة وما بين كولر على مثلا مروان وخالد والقندوسي، دخلوا وعملوا الفارق بشكل كبير جدا. ما دي من ضمن الحاجات الميزة اللي هو ضافها كولر، والميزه اللي عند مجلس اداره النادي الاهلي انه وفر ده وبسرعه جدا، وشفنا الفارق ده موجود في التيم. يبقى هنا الاختيارات صح والتنفيذ صح، فالامور وصلت انك كل ده بيترجم بالبطوله. صحيح. الحاجات دي ترجمتها كل الشغل. يعني ايه يا اسلام؟ يعني ايه تخلق بيئه للنجاح؟ خلق البيئه للنجاح اهم من اي حاجه تانيه. هو دي اول ما تيجي تشتغل تقول احنا عايزين نعمل بيئه نجاح. بيئه نجاح ده مجلس اداره عارف ادواره، سيد عارف ادواره، الراجل عارف ادواره. بيئه بقى، البيئه بتبتدي من عقودك مع لعيبتك. اوكي. العداله في العقود بالظبط، من عقود الأولى دي بيئه نجاح. طب بيئه نجاح محتاجه ايه تاني؟ الجهاز الفني محتاج ايه؟ محتاج عدد يشتغل، عايز كام واحد معاك؟ عايز فلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا يتوجد الفلان. اوكي. عايز لعيبه، عايز عندي انتقالات في يناير مثلا، او هو جه بعد اول السنه انتقالات يناير، عايز في فلان وفي ايه رايك؟ عايز فلان وفلان وفلان، تعال. دي خلق بيئه النجاح بتبقى بالترتيب. وطبعا اللي اتضاف على بيئه النجاح بعتقد شركه الكوره بما لها من موضوع السكاوتنج، وده كان ناقص النادي الاهلي بشكل كبير. احنا كنا بنعمله بس بشكل مانوال. مانوال يعني كانت اللجنه انا وكابتن فتحي مبروك وبدر رجب تروحوا تتفرجوا. بدر ما احنا مش اكلناك، مش كلنا سمك مع بعض في اسكندريه، مش هنقول اسم مش هنقول اسم المحل. ف كان بدر واخد من الصغيرين لحد مثلا 15 سنه، وبعدين انا والكابتن فتحي كنا مشغلين على الجزء الكبير. فكانت ماشيه بشكل، دلوقتي دخلت الموضوع الاناليسيس والارقام والتحليل. الكابتن صفوت الله يرحمه وهو يعني قيمه كبيره طبعًا جدا طبعًا.
كان بيروح راح غانا في البطولات المجمعه للمنتخبات، كان بيجيب الحاجات، كان بيساعدنا كتير جدا في، لانه من احسن الناس اللي كانت عينها كويسه في لعيبه الكوره كان صفت الله يرحمه. فعايز اقول لك كان كل ده بنشتغله، لكن دلوقتي في حاجات احدث، في السكاوتنج مع الاناليسيس، في انك تروح وتشوف والعدد يكتر، فالنادي الاهلي وفر الحاجات دي كلها. دي بتساعد المدير الفني في تركيزه، بيبقى شغله في الملعب مع رد فعل اللعيبه. قبل ما اطلع اشوف تقرير عن كولر يا كابتن، عايزك برضو بما اننا بنتكلم احد اولادك يعني ايمن اشرف طبعا. حتى الان ايمن اشرف يمكن الوحيد، هو تقريبا بس ما هو خدش. بس هو ما خدش. من وجهه نظرك في ايه يعني ايه ليه؟ والله انا الجمهور ده بالنسبه لنا، انا واحد من الجمهور عايز اعرف. انا اتكلمت مع ايمن. اوكي. طبعا اتكلمت معاه كتير. هو لما الراجل اتسال قال حاجه فنيه فقط. اول ما المدرب يقول لك حاجه فنيه فقط مش هتقدر تقنعه باي حاجه تانية خلاص. لكن اشرف بالنسبه لي لعيب دولي، كان معانا في بطوله افريقيا. صحيح. استخدمناه في الباك ليفت، استخدمناه في نص الملعب في ماتش المغرب. استخدمناه في سيرد باك في ماتشات السنغال. لعيب سبحان الله برضو المدربين دول يعني لا في كل واحد لو بتيجي حاجه كده تروح جايه لك عنده مش شايفها. حصلت معانا كده يا كابتن؟ انت حصلت معانا في المنتخب. كان في حد اسمه من طارق حامد. طارق حامد بالنسبه لك ما كيروش قال لا انا مش عايز، وهي حاجه فنيه بحته برضو. حاجه الرؤيه عنده هو يعني. اتكلمت معاه تفكير او حاجه؟ اتكلمنا ايه، احنا اتناقشنا مليون مره في في طارق حامد تحديدا. اتناقشنا في الموضوع ده بشكل اناليسيس يعني. ما قالكش حاجه بس في الاخر ايه؟ لا في الاخر خلاص هو قراره طبعا وكل حاجه، ولكن انا اقصد انه يعني فنيا فقط. لا فنيا فقط، مفيش اي حاجه خالص. لا بس هي قافله فنيا؟ قافله فنيا زي قفله كولر مع ايمن فنيا. قافله. فدي بتحصل؟ لا بتحصل طبعا. بتحصل كتير يعني. بتشوفها ممكن تتغير ولا خلاص هي القفله؟ لا خلاص، كان في فرص كتير انها تتغير. فرص كتيره كان ممكن ياخد فيها في اوقات كتيره في عمليه الروتيشن اللي كان بيعملها. ما عملهاش. فبالتالي هي القفله واضحه. لا هي قفله واضحه، وايمن بعتقد انه عارف ده بشكل كويس. وحتى المجلس الاداره يعني حاول كتير. على اساس انه على فكره دي من ضمن بيئه النجاح اللي انت بتقوله، حضرتك بتقوله ده، ما دي بيئه نجاح. هو انا في الاخر انا مقتنع وكل حاجه، ولكن في النهايه ده قرارك. بالظبط. انا كمجلس اداره لا يعني. وعمر النادي الاهلي ومجلس اداره مهما كان حجم المدرب حقق ما حققش ما يتدخلش في قراراته. طب يا كابتن، بما اننا بنتكلم عن المدربين، حضرتك تعاملت مع كثير من المدربين الاجانب، اخرهم كارلوس كيروش، وقبلهم المدرب الامريكي بول برادلي. ايه الفرق ما بينهم من وجهه نظرك؟ لا يعني كيروش بيهتم وبيصر شويه، ودي حاجه انا حاجه مهمه جدا في ناحيه انك تكسب الماتشات الكبيره او غير الكبيره. انك تبقى عينك بص على ورا اكتر، الناحيه الدفاعيه مهم جدا. تنظيم مهم جدا. عشان اللي حصل في برادلي في غانا. لا برادلي دايما كان بيحب انه الملعب يطول شويه. لكيروش لا، ما فيش الكلام ده، يرجع نص الملعب ويستلم. ما فيش الكلام ده، لا من قدام على الدايره يعني. وتشتغل، لانه انت بتقيس برضه بتقيس الفرق. هو كان بيقيس الفرق كويس، كنا يعني بنقعد نعمل اناليز، بتقعد بالسبع ثمان ساعات تقيس تفصص الفرق. فاحنا فتره كروش وقعنا فرق كبيره طول الوقت، حتى بالبطوله العربيه جزائر وتونس، وبعد كده رحت بقى لعبت السبع الكبار، لعبت نيجيريا والمغرب والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار، فلعبتهم كلهم. بتلعب فرق مدججه بالمحترفين بشكل كبير جدا، مش وبعدين مش محترفين، لا في اكبر الدوريات يعني، واسماء كبيره. اسماء كبيره. وعايز اقول انه التفكير في الجزئيه دي هو اللي فاد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. عملت تغيرات كتيره جدا،
في كولر بعد ماتش سان داونز انه ما ينفعش الجزء ده يهمل، مش يهمل، مش عايز اقول انه يهمل، ان ابقى باصص طول الوقت اللي انا مهما كنت فرقه كبيره. عشان كده تلاقي كل الماتشات النهائيه فيها جزء كبير منها في التحفظ، المان سيتي والانتر كل الماتشات فلازم ده جزء مهم جدا. والجزء دايما الناس بتشوف انه عيب، هتلاقي بلاقي مدربين بلاقي مدربين صراحه على فكره انا مدرب هجومي ماشي، يعني ايه ما بتدافعش؟ ما لو ما دافعتش هتهاجم هتتغلب وهتمشي. فهي كلمه غريبه من كتر ما الناس بتقعد تقول في افتكروا انه انك تدافع كويس ده عيب، مع انه الدفاع كويس انك ما تدخلش فيه الجون، انت في سهل تجيب في اي وقت جون، حتى لو ما جبتش مش هتتغلب. انت واخد بالك؟ هو احنا كنا بنشيل بالمغرب ليه في كاس العالم؟ بتدافع كويس. لا اللي هو بقى كان بيكسف شويه يقول لك ايه، المغرب عامله لوحه دفاعيه جميله. يا عم عملتها لوحه دلوقتي. ايوه صحيح. هو دي الناس اللي بتدافع، انت فاهم؟ هو على فكره اللوحه لازم تتعمل في الدفاع والهجوم. فما انت هي لوحه في الاخر. هو مش عيب انك تقول بيدافعوا كويس وبيعملوا على التحولات وكسبوا الماتشات كلها بالتحولات، مش عيب ان انت تلعب كده بالظبط خالص. او يعني اللي بيتكلم هو ده موجود في الكوره. فلما يحب الجمال يقول لك لوحه دفاعيه جميله ممتعه. ما هي 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 شكل دفاع. لا هو مكسوف يقول انهم دافعوا ولعبوا على التحولات، يعني ما فيهاش حاجه تكسب. رأي حضرتك دلوقتي في القوام الرئيسي في النادي او القوام الاساسي في النادي الاهلي؟ طبعا القوام، طبعا الناس احنا عندنا الحمد لله دلوقتي وانت بتعمل القوام وانت كسبان البطولات او كسبان الاربع بطولات بيبقى الدنيا سهله شويه، بتبقى ضغوط اقل، سهل في التفاوض، ما فيش ضغوط، ما بتجيبش حاجه تحت ضغط، ضغط الهزيمه انك عايز بتجيبها تحت الموضوع. لا انت بتجيب انت بتجيب وانت كسبان، اي حد عايز يجي لك، اي حد بيبقى متشرف انه يجي لك، طبعا في سعر وعرض وطلب وكل حاجه، لكن التفاوض بيبقى اسهل وانت بتعرض نفسك، انت معروف بس التفاوض بيبقى اسهل. ويتبقى انك انت بتحدد المراكز، كولر والناس اللي شغالين في الكوره بيحددوا وبيجيبوا اللي هو طالبه. وانا بعتقد ان المره دي عشان احنا رايحين كاس عالم ان شاء الله، يعني اللي بيتحكم نواحي اقتصاديه بتتحكم بشكل كبير جدا في الليفل اللي انت بتشتغل عليه. انا عايز احسن ليفل، بس احسن ليفل محتاج اقتصاد. فانت المره دي هتعمل اقتصاد كويس من البطولات اللي انت عملتها، وفي اقتصاد قادم عملته بعد ما حققت البطوله، عندك سوبر افريقي وعندك كاس عالم، كل ده داخل فيه. احنا حسبناها 18 19 مليون دولار. لا ده في كمان حاجه اهم، انت داخل لك اتنين رعاه جداد ان شاء الله، يعني في اتنين رعاه جداد داخلين لك عشان بس يتحطوا على فانيلات التدريب. لانك ما شاء الله انت التيشيرت اتملى، فكل ده عشان يتقال بس انه الراعي بيجي لصاحب البطولات، لان صاحب البطولات شعبيته كبيره. ولما بياخد بطولات شعبيته بتزيد، بتكبر، وبتكبر مش على المستوى الاقليمي، بتكبر على المستوى، بتوسع في كل دايره الدنيا اللي حواليه. بما ان حضرتك بتتكلم، اصل حضرتك دلوقتي فتحت لي نقطه مهمه جدا اللي هي كاس العالم للانديه. تمام، خلاص احنا هنلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي اقصى او افضل نتيجه احنا عملناها البرونزيه. هل من الممكن في المستوى اللي حضرتك بتتكلم فيه الاقتصادي ومستوى اللاعبين اللي احنا بننظر ليهم ان احنا نفكر فيما هو افضل؟ انا متاكد انه طبعا احنا بنفكر من ساعه صفاره النهايه اوكي بتاعت الوداد. انا متاكد ان الكابتن محمود دماغه في الافضل طبعاً. لانه مش كمان دماغه هو اوريدي ده هيطلب كده، ما هو خلاص انت بتوسع وبتعلي سقف الطموح، والجمهور دلوقتي بيطالب بالاكبر، وده طبيعي. طبيعي انت حققتي دي فهتروح، عايزين نوصل للافضل، عايزين نوصل للافضل، لان الافضل بيعمل كل حاجه.
انت بالناحية الاقتصادية بيقويك بشكل كبير جدا، ومن الناحية المعنوية ومكانتك العالمية وتحقيق الأرقام وكل ده مكاسب. فبس المهم بقى إدارة هذه المكاسب، واحنا الحمد لله عندنا مجلس إدارة بيعرف يدير الأموال ويدير المكاسب بشكل كويس جدا. اشتغل، كان كابتن صالح يقول كده، اكسب فني هيجي لك فلوس، مش هيجي لك فلوس، انت هتدير اي حاجه. اكسب يعني فني لانه مفيش ضغوط. ما بالظبط، الفني هو اللي هيخلي جمهورك مبسوط، وانت تبقى مبسوط هتجي لك اموال، تعرف تدير الاموال هتوصل لحته ابعد. هي سلسله مرتبطه ببعض بشكل كبير جدا. من وجهه نظرك يا كابتن، احنا ككره قدم الفريق اللي عندنا محتاجين منه، دايما في كلمه بتتقال انه الفرق الكبيره تبقى محتاجه لو عندك حتى واحد واثنين كويس، لازم يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه كويسين وشبه بعض. طبعا عشان كده دايما بتجيب لعيبه، مش معنى ان انا اجيب لعيبه، مش معنى ان انا اجيب لك باك ليفت ان علي معلول وحش ويمشي. لا، في نظام المسابقه بتاعتنا انت عندك مسابقه، خد بالك المسابقات زادت. ثمانية، انت عارف يعني السنه الجايه ثمانية. السنه الجايه ثمانية المسابقات زادت. ثمانية. فانت مع الشغل ده، خد بالك كولر كان بيتهاجم في الاول انه عمال يغير. ليه؟ احنا عندنا كان ثوابت، او ثوابت بتقال، بتلاقي المعلق بيقولها، تلاقي محلل الكوره بيقولها، تلاقي المدربين بتقولها، ثبات التشكيل، ثبات التشكيل، ثبات التشكيل. ثبات التشكيل في ظل المسابقه بتاعتنا والبطولات الافريقيه فاصبح صعب. فهو الراجل صمم وكان بيتهاجم في الاول صحيح على عمليه الروتيشن، لحد ما بقى خلى الناس تتغنى بالروتيشن اللي بيعمله كولر. فخلى عمليه كلام في ثبات التشكيل الناس بقى. بس انا سمعتك من فتره، يعني في بدايه كلامك في الامر ده كنت مقتنع باللي هو بيعمله جدا. لانه أنا سمعتك يعني في برامج اخرى. هو اشتغل على 22 23 24 لعيب. ووصل المفهوم ده للعيب. احيانا خد بالك اللعيب بيبقى عارف ال11 بيلعبوا، اللعيب اللي بره بيبقى مريح يعني شويه، مريح مش شويه، بيبقى مريح يعني عارف هو باخد نص ساعه في ربع ساعه هستنى لما المكان ياخد ثلاث انذارات والعب، او لما تحصل اصابه لا. لكن هو خلى الناس كلها في اي وقت تلعب، كلها جاهزه. النهارده انت هتلعب، النهارده ده هيلعب، بيشيل السرد باك، السرد باكات اللي عندنا كلها لعبت. صح، كلها لعبت. صح، لولا اصابه اكرم وكريم، كريم كانوا لعب، كانوا هم وهاني وكلهم بيلعبوا. علي يمكن عشان حتى اشرف لعب، خالد عبد الفتاح لعب باك ليفت لما جبته في يناير بعض الاحيان. كل اللعيبه اللي في نص الملعب لعبت. كله لعب، كل اللي وناج لعب، كل في الخط الامامي لعب، وانت وجدعنتك. فخلق حاله تنافسيه كويسه جدا. اوكي، واللعيبه هتلعب. فبقى عنده قاعده من 22 23 لعيب. انت بقى الجمهور وصل، الجمهور يقول لك مش مهم مين اي يلعب. حد يلعب. وحته ان ثبات تشكيل، ممكن يعمل ثبات تشكيل في ماتشين ورا بعض، لكن بيستمر في الروتيشن. والروتيشن بتتوقف على عدد اللعيبه، غير اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. بس كلام حضرتك صح. ليه؟ لان انا السنه الجايه عندي، خلينا نحسب. لا، ده غصب عنك. دوري، لو ما عملتش كده مش هتستمر ماتشين. دوري، كاس، رابطه. تمام، ادي ثلاثة محلي. تمام، افريقي، عندك افريقي، سوبر افريقي، وسوبر، سوبر مصري، سوبر ليج، والدوري السوبر ليج، كاس العالم. ادي خمسة مع الثلاثة المحلي. ادي ثمانية. وانا بقول لك معرفش انا نسيت حاجة ولا لا. لا، وما فيش انتظام. عشان كده انا مش عارف شكل المسابقة هيبقى عامل ازاي السنة اللي فاتت. المسابقة المحلية المسابقة المحلية لو ما اتغيرتش المنتخب مش هيعمل حاجة في يناير في كوت ديفوار. شكلها لازم يقلل منها، تاخد منها 10 اسابيع. 10 اسابيع؟ لازم لازم. 10 اسابيع ده يعني كام نادي تقريبا؟ ما هو 10 اسابيع لازم تغير. انت كام دلوقتي؟ 34، يعني انت عايز 24، يعني عايز 12 نادي. قوام المنتخب، قوام المنتخب، قوام المنتخب. اهلي، زمالك، بيراميدز. يعني هتلاقي بيراميدز اثنين لعيبه، هتلاقي فاركو لعيب، هتلاقي كذا، انت واخد بالك؟ فانت شكل المسابقه لازم يتغير. عشان انا بتكلم من دلوقتي للمنتخب. أوكي. اللي هو رايح يناير وعنده ثلاث اجندات لحد يناير او اجندتين. فانت لو ما فرغتش وغيرت شكل المسابقه مش هتعرف تنقص العشر اسابيع دول. لا، مش هتعرف. فهتوصل وما تقولش هم عايزين. ما تقولش الانديه عايزه.
انت واخد بالك، شوف الصالح اللي هيبقى لصالح الكوره ولصالح المنتخب، وكده كده الدوري ملهوش راعي. يعني احيانا الراعي بيتحكم في شكل المسابقه، كده كده الدوري ما فيهوش راعي. انت واخد بالك؟ فنشوف بقى مصلحه المنتخب. اوكي، مصلحه المنتخب اللي رايح في يناير كمان خمس ست شهور، ست شهور تستدعي انك اقعد مع فيتوريا اتحاد الكوره. ايه رايك في فيتوريا يا كابتن؟ والله فيتوريا اسمه مدرب كبير. لا حتى الان يعني لا حتى الان ما فيش تقييم، يعني ما ينفعش يتم. لا طبعا ست. طب شغله عاجبك؟ ما هو الشغل ده هادي، هو هيشتغل كويس جدا لانه مدرب عنده خبرات وما عندوش ضغوط. هو يعني عنده خبرات، وبعدين هو بيتعلم في يعني ايه منتخبات، هو اول مره يمسك منتخب. مظبوط. لانه فبيبقى عنده فترات راحه كتير. لما كان شغال في الانديه كان بيشتغل ديلي كل يوم، فده يختلف. تحضير لعيب المنتخب مختلف، ما عندوش احتكاكات كتير، عنده اجندات محدده، فلازم لازم تختار النوعيه اللي هتلعب بيها. فهو يعني بعد ننسى النهارده جنوب السودان، النوعيه اللي جايه لازم تختلف. كسب ثلاثة النهارده بالمناسبه، بغض النظر يعني النوعيات، حتى الست ماتشات باستثناء بلجيكا، يعني هو الماتش اللي كان محترم، فرقه بلجيكا كبيره راح كاس عالم، ده كان ماتش كويس المنتخب استفاد منه. لكن هو مدرب كبير، طب نستفيد منه ازاي؟ او هو يعمل استفاده ازاي؟ انك ما تضغطلوش بقى اللعيبه، لان هو ما عندوش غير ثلاث اجندات، واللعيبه هتبقى متوزعه في ده. الزمالك عنده بطوله عربيه كمان في بدايه الموسم. صح. فكل ده ضغط على لعيبته هو. على لعيبته هو. هنقول ان اللعيبه اللي بره دوريها منتظم. طبعا دوريها عندك انت بس. دوريها منتظم. انت جبت اللعيبه من اجازاتها، لعبت الماتش الغينيا. فعايز اقول لك انه محتاجين انهم يرتبوا الشغل كويس. فيتوريا مدرب كويس، لكن مدرب كويس انا اقدر اقيمه في الماتشات الضعيفه اللي فاتت دي؟ ما اقدرش اقيمه بقى في التقايل. وما يقعدوش يعني ما نقعدش نصدر النغمه بتاعت هو هجومي. حتى المسؤولين اتحاد الكوره ما تتكلموش ان احنا حته ان احنا اصل عايزين مهاجم قوي، خليه يلعب في الماتشات الثقيله لسه. لا اصل لسه في ماتشات ما بنتش تقيله. ما هو انت مش شرط انك انت تلعب دفاع بمزاجك. أوكي. ممكن الخصم اللي يجبرك انك تبقى محطوط في نص ملعبك. صحيح. فرق الامكانيات، فرق اللعيبه. صح. مش فرق اللعيبه بيحط فرقه تخليها في نص ملعبك. انت النهارده مع جنوب السودان، وجنوب السودان قاعده في ال 18 بتاعها ليه؟ عشان هي عايزه تدافع. انت اقوى منها. عشان انت اقوى منها. صحيح. فالحته انه يدافع، مش هو مش هيدافع بمزاجه. الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعتك مختلف. بس المهم بقى هتدافع ازاي؟ اوكي. وهو ده اللي عمله كولر، انه الدفاع الجماعي اللي عمله ممتاز، طلع لنا احسن حاجه. صح. فخلى كل الفرص قليله، وخلى نسبه التهديف قليله، في نفس الوقت بيعمل مجموعه من الهجمات مؤثره بشكل كبير جدا وبيجيب اجوان. طبعا عندنا عيب خطير جدا وناقص في عمليه اضاعه الفرص، واضح بشكل كبير جدا. هو اتكلم فيه. لا واضح، هو طول الوقت بيتكلم فيه واحنا بنشوفه. يعني انت يعني احنا بتوصل 10 مرات بتجيب جونين، بتوصل 8 مرات كده. نسبه مئويه قليله جدا. نسبه قليله جدا. صحيح. نسبه قليله جدا. طيب معلش مره ثانيه، ايه النواقص اللي حضرتك شايفها، او مش النواقص، ايه الاضافات اللي ممكن تبقى موجوده؟ الاضافات الامور طبعا كولر بيحددها، وزمانه حددها يعني، وحددوا الاسماء كمان، بداوا كمان في اكيد يعني. يعني حمدي، اذا كان حمدي ربنا وفقه وهيمشي، ما هو حتى الان لم يتم الاعلان عن شيء. فانت محتاج اثنين لعيبه. اثنين لعيبه في المكان ده. طبعا محتاج اثنين. حتى بعد عوده اكرم؟ ما انت عمالين نرص البطولات. ولكن حتى بعد عوده اكرم؟ خلينا ما نشتغل مع اكرم. باك رايت؟ خلينا، مش عايز اكرم بقى يتحرك على رجليه كتير بقى يمين وشمال في نص الملعب. ممكن هيستخدمه اكيد يعني. بس انا بتكلم ان مثلا خالد عبد الفتاح لو انت عندك، فاصبح عندك خالد طبعا مع هاني وخلاص. طبعا يعني واحد او اتنين يحددها النادي يعني. انت واخد بالك؟ طبعا اقتصاديا وبالعدد اللي انت بتقول، احنا عندنا اليو ديانج وعمرو السوليه وقفشه والكندوسي وكوكا ومروان عطيه، عدد كافي، عدد كافي، عدد كافي جدا. لو ايمن هيمشي يبقى انت محتاج تجيب سرد باك.
اوكي انت واخد بالك، ما اعرفش هجيب محلي ولا اجنبي، ما اعرفش حسب عدد الاجانب اللي عندنا. كريستو هيبقى له دور كبير جدا، لعيب كبير كبير. عجبك كريستو؟ لعيب كبير، لعيب هايل اللي عامل ده اللي انت يعني شايفه كده. فكرني بالبدايات، ما هو نفس البوزيشن بتاع صلاح وبتاع فنفس الشكل. هو طبعا محتاج البدني والجسم هيتغير، اكيد هيشتغل على ده لانه هو سريع بالكره جدا وذكي. طبعا بيشتغل فردي شويه، لكن مع الوقت هيتطور. كولر بيطور اللعيبه بشكل كويس زي ما انت قلت، طور حسين بشكل كويس. مش حسين بس، حسين ياسر وتاو يعني كهربا اليو ديانج واليو حمدي يعني فتحي. انت كنت متخيل انه يبقى في الشكل الهجومي ده؟ لا، حمدي جزء من التعليمات وجزء من التطوير. هاني كمان بصراحه كريم فؤاد قبل الاصابه عوض حاجات كتيره جدا من هو عوضنا احنا. هو السنه اللي فاتت يعني، فانا قلت له يعني قلت له لسه بدري لسه، هو كده الحمد لله. هاني حتى دلوقتي حاجه جميله جدا، هو رجع لمستواه بشكل كبير وعامل اداء كويس وبياخد نتيجته. أوكي. اللي انا عايز اقوله للعيبه، ما ترميش وما تلومش حد، انت اللي كل مره تلوم نفسك صحيح هتنجح، كل مره تلوم نفسك هتنجح، انت هتلاقي رد الفعل جالك على طول. اللعيب اللي بيجتهد واداؤه بيعلى، رد الفعل بيجي له تلقائي. اخيرا يا كابتن، او يعني عشان سريعا، المنتخب الاولمبي ايه رايك؟ يخوف طبعا، لانه برضه منتخب بقاله 6 شهور متكون، ما لعبش 15 ماتش يعني. يعني هي في الاخر اللي هي واضحه الاحتكاك. بص، ما نغفاش كلام، اي حد يقول اي حاجه تانية ويتفلسف. طب لو حققوا حاجه يبقى ربنا معاهم يعني، يعني ده معاهم. انا اتمنى طبعا انهم يحققوا، فممكن يوصل باريس. احنا عايزين عدد يلعب في المنتخب الاول. اوكي. مش مهم يعني. عايزين طبعا عدد. مهم ان احنا نوصل، مهم نوصل طبعا، الاحتكاك مع الفرق اللي معاك مهم نوصل ان شاء الله، يوصلوا باذن الله يعني. رايك في اداء كهربا في الفتره الاخيره؟ والله رد الفعل باين يعني، كهربا ما شاء الله عامل فرق بشكل كبير جدا، مشارك مساهم في البطولات بدرجه كبيره جدا مع زملائه اللي بيساعدوا كهربا بشكل صح، بشكل كويس. النهارده جاب جون بالمناسبه، هو النهارده جاب جون حلو برضه. فعايز اقول ان هو ماشي في حاله جيده. اللي عايز اقوله مهم جدا قبل ما تختم، احنا عايزين يعني جمهور الاهلي احتفل والناس تحتفل. من بكره النادي الاهلي هيتمرن ولا اتمرن النهارده الساعه 9؟ لازم نفكر بقى كلنا في الدوري، ويا ريت ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله تحسموه بدري علشان الموسم طويل، اذا كان في ناس تكمل باي شكل. فمهم جدا الحسم بشكل وبتركيز عالي جدا. انا متاكد انهم هيتكلموا في الكلام ده، متاكد انه سيد هيتكلم فيه، متاكد ان الكابتن محمود هيروح لهم ويتكلم فيه، متاكد ان كولر مش ناسي ده وعارف انه هيتكلم فيه ده. انا بقول للعيبه ركزوا، تنهوا الدوري بدري، ما اعرفش العدد، ما اعرفش الارقام ايه يعني، ربنا يوفقكم وتنهوه بدري وتضيفوا بطوله مهم الاهم بعد لان دي احنا ما خدناهاش سنتين، فمهمه جدا بالنسبه لنا. يعني ان شاء الله هي الاقرب لبطوله الدوري حتى الان، لكن لم تنتهي. احنا دايما تنتهي عشان كده محتاجه تركيز كبير جدا جدا. مهم الكلمه دي يا كابتن، لانه الحقيقه في ناس كتير جدا تقول لي، يعني منهم احد الضيوف كان بيقول لي كده، بيقول لي لا احنا خدنا الدوري خلاص. لا مفيش مش حاجه اسمها كده. ولا شفته صح، انا مع الفكره دي على ولا فكره. ولا شفته. لا. لا 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 لسه بدري، لسه بدري. لا مفيش تهاون ولا وعندنا عدد كبير من اللعيبه والجاهز، والراجل هيختار صح ويشتغل صح ونحسم ان شاء الله. اخيرا برضو يا كابتن، بالنسبه لمنتخب مصر، شايف الفتره اللي جايه لمنتخب مصر الاول ازاي؟ الكلام يقل في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه والحاجات دي يعني، ما يصدروش للراجل مشاكل طول الوقت. كنت بسمع اصل الراجل جاي بمشروع، جاي بمشروع، ولا عرض مشروع ولا الاتحاد عرض مشروع. ما تحطش حاجات عشان تجمل الصوره فتبقى مطالب انك تعملها او تظهرها وهي ما فيش، مش موجوده على ارض الواقع. التلات اجندات ولا الاجندتين اللي جايين يستغلوهم بشكل كويس، وهم الناس حتى الاعلاميين ضغطوا فيه على نوعيه الماتشات، وهو رد حتى رد بنرفزه انه الاجنده دي كانت ملخبطه ما بين ناس مصابه وما بين لعيبه الاهلي لعبوا و
ماشي ماشي خلاص اللي انت جاي. بقى لانه مطالب انك تلاقي ده احتكاك يبقى مع تصنيف اول بالكتير قوي تصنيف تاني، وتشتغل على ده في الاجندات اللي جايه، واللي حواليه ما يتكلموش بالنيابه عنه او ما يحاولوش برافو عليك يدافعوا فيجملوا ده، سيبوا الكلام ده. الراجل قاعد 4 سنين، يعني هو اوريدي انت شايل من عنده مهام كتير، بوجوده اربع سنين. بوجود 4 سنين، فخليه انا كمان يشتغل ويتوفر له الحاجات دي. انا مع الراي ان الجهاز المعاون يسكت برضه، مش لانه التصريحات الحقيقه كابتن، يعني ما هو ما ينفعش ان انا مثلا داخل على تصريح ماتشات وبتاع، انا مش عايز برضه احسبها اهلي وزمالك بيني وبينك. لا لا بص لكن بص انا اقصد اقول لحضرتك، هو ايمن، انت بتقصد أيوة هو ايمن، انا ما حاببش، هو ما كانش قاصد، معلش يعني اتفضل قول، هو ما كانش قاصد، هو قاصد ان الفتره ضيقه، انه الدوليين جايين من اجازات، وان الاهلي لسه مخلص البطوله وقابلناهم هناك، في الاهلي كسب وبنبارك له، قال كده. وبعدين اللعيبه سافرت والنادي الاهلي بيحتفل وفرحان بجمهوره وبتاع، ومعانا لعيبه عليها ضغط وما لحقش تاخد الجزء الكبير من حلاوه البطوله، دخلوا على ماتش ما حاجه تضايق، ده هاني ومروان و داخلين بكره التمرين، ما صحيح. خدوش الاسبوع باللي خدوه زمايلهم، يعني انت واخد بالك؟ فارجو ان الناس لا تعديها برضه يا يعني. كابتن، بس انا في النقطه دي، لا معلش، ما هو تعديها ماشي اوكي، بس انا بقى اتكلم في النقطه دي تحديدا، انه ما هو انا ممكن اخد الناحيه الايجابيه من الاحتفال. يعني ايه؟ يعني انا قبل الماتش بتاع، خد بالك، هو خليني بس اقول حاجه، احتفال او هزيمه كان هيبقى فيه تاثير. لا بس الهزيمه اقوى الهزيمه بكتير، اكتر طبعا، يعني لو لا قدر الله، لا طبعا قدر الله، لا قدر طبعا. الله، انا كنت متخيل ان فيتوريا ما كانش هيلاعب حد من الاهلي، من لا لعيبه كانت الاهلي، هتبقى الامور صعبه جدا، صح؟ لانه ده يومين والماتش. لكن الفرحه، لا الفرحه ممكن، لا ولعب الفرحه، التسعه كمان لو لا قدر، هم لعبوا وكانوا شكلهم كويس يعني، صحيح، كلهم وده قصدي. كل الفرقه كانت لكن انت شكلها ليه كويس. يعني، انا وجهه نظري ان ماشي اوكي، قد تكون التصريح مش زي ما اتقال، يعني ولكن ما ينفعش يتقال في الوقت ده في ظل هذه الظروف، وفي ظل انت كسبان بطوله زي دي، يعني انا وجهه نظري يعني. ماشي. لكن عموما يعني نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا خلال الفتره اللي جايه، ويتعمل اللي احنا بنسمعه من الكابتن ضيا، لانه انا بشوف انه الاحتكاك، وبالنسبه للمنتخبات الناشئين والشباب لا والاولمبي، عايز شغل تاني خالص، لان ما فيش، انت مين عندنا منتخبات دلوقتي؟ ما فيش، ما مش فيش، غير الاولمبي كل بس، سمعنا انه لم يتم تعيين حد معالي حتى الان. الوزير عمل مؤتمر وقال ان احنا في انت صندوق خدت فلوسك صح ولا لا؟ لسه برضو معالي الوزير وعدني لسه، مديني عمل صندوق لرعاية المنتخبات. فاتمنى انه يبقى في 5 منتخبات متكونين وبيشتغلوا على الارض، لانه يا جماعه المنتخبات الاعمار دي بتاخد وقت طويل جدا في عشان تعمل الاحتكاك. اللعيب الدولي. بس كابتن شرفتني ونورتني، وسعيد جدا جدا بوجودك معايا، واتمنى ان هي يعني ان انت تكرر وجودك ان شاء معانا هنا الله خلال باذن الله. الفتره انا اللي ببقى جايه، سعيد، الناس بتبقى مبسوطه بوجودك انا الحقيقه. سعيد ان انا موجود معاك اولا ربنا طبعا، يخليك يا انا كابتن، جبتك كده شرف ليا، ساهمت في انك تيجي النادي الاهلي، شرف ليا يا كابتن. وتاني حاجه انا وانت في بيتنا في النادي الاهلي، طبعا ده اهم طبعا، بالنسبه لنا هو كلنا. ده الاهم بالنسبه لنا. فانا بشكرك جدا جدا على تلبيه الدعوه، وبشكرك جدا جدا اكتر على احترامك وتقييمك الموضوعي لكل الامور الحقيقه، بعيدا عن اي شخصان من اي امر. ربنا يخليك يا اسلام، فبشكرك جدا يا كابتن على اشكرك وجودك يا معانا، حبيبي، واتمنى دايما من وجودك ان شاء الله الفتره. باذن الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ضياء السيد، استمتعنا جدا الحقيقه بكلام فني هام جدا جدا يخص الفتره القادمه للنادي الاهلي وللمنتخبات الوطنيه بالكامل زي ما حضراتكم سمعتوا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفنا الكبار الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن ازي حضرتك؟ ايه كله تمام؟ لله. عايز ابدا مع حضراتكم مباشره، لفت نظري النهارده ان كولر، ودي من الحاجات اللطيفه يعني، نشر، جاب الصوره بتاعه التذكره اللي هو جاي بيها ونشرها على الانستجرام. هو احنا وصل بينا الحال ان يمكن التشكيك في اي شيء لدرجه ان الراجل، ما هو يعني هو ليه الراجل بينشر التذكره؟ ما هو اكيد حاسس بان في ضغط.
او حاجه. هل وصل بينا التشكيك لهذه الدرجه؟ مش احنا طبعا بتكلم عن بعض من بعض الناس يعني. هو طبعا الموضوع مش يعني مش محتاج، والارقام والوقائع والاحداث هي اللي بترد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا اخلي مدرب ما عملش حاجه واخليه رقم واحد. لا، هي الارقام. حتى لو هناك ملاحظات من البعض، يعني انا عايز اقول انه لو الناس ممكن تقول رايها تختلف في مدرب لم يحقق، ما ده وارد، ده ممكن يكون مقبول يعني له منطق. انما لما تيجي في مجال اي تقييم لاي حد، اول حاجه بتشوف ايه؟ انجازاته. زي ما تيجي تشوف مثلا ترتيب النادي الاهلي على مستوى انديه العالم، بتشوف النادي ده عمل ايه؟ الخامس. حقق ايه عشان ياخد هذه المرتبه؟ حقق بطولات معينه. اختلف معايا بقى في شكل الاداء، مش عارف كان عامل ازاي، اللعيب الفلاني كان كويس، خسر 2-0 وبعد كده تعادل وبعد كده كسب. يعني الخطوات اللي هي التفصيليه دي ممكن يبقى فيها كلام، لكن اجمالا لما تيجي تقيم مرحله كولر مع النادي الاهلي هتقول ان هو خلال كام شهر؟ 6 شهور؟ 9 شهور حقق ايه؟ 4 بطولات. أيه. وان شاء الله تكون البطوله الخامسه في الطريق باذن الله، ويليها بطولات اخرى. يعني ممكن جدا يكون كولر على ابواب رقم غير مسبوق، لانه هيحقق ان شاء الله يعني امامه مشروعات لبطولات اخرى. نعم. كمان نقطه مهمه جدا يا كابتن، لازم يعني وانا جاي او وانا قبل ما نبقى هنا انا فكرت فيها، لماذا يرتبط اشمعنى النادي الاهلي اللي بيحقق البطولات مع كل المدربين؟ يمكن حضرتك بدات حلقتك بحاجه جميله جدا، وهي انه اداره النادي. نعم. اداره النادي الاهلي على مدار السنين هي اللي بتساعد اي مدرب واي لاعب على انه يحقق. صحيح. صح ولا غلط؟ مفيش حاجه تاني. اللي هو بيشوف كده المواعيد وال انا بيقول لهم انا جاي كايرو يعني. أيوه. انا جاي كايرو، مش رايح، مش هربان يعني. لا لا، هربان ايه؟ والراجل هيهرب من حاجه وجايب له تيشرت وحاطط رساله يا ريس. هو على ما يبدو وصلت رساله بالمنظر بالظبط كده. الرساله واضحه يا زمان. عاوز اقول لحضرتك عاوز اقول لحضرتك على حاجه. التشكيك والبتاع ده امر طبيعي ولازم تتوقعه. فتره نجاح وصلت لمستوى والقمه انديه القاره السمراء وحاله من الانتصار وانتزاع لقب من اغلى الالقاب في معقل فريق بحجم الوداد، حاجه كبيره جدا. توقع على البدايه ان هناك اخرين لن يتركوك تسير وحدك، لا، عليهم ان ينغصوا عليك ببث الاشاعات والتضليل والتدليس. صحيح. صحيح. والنيل من عزيمتك وتوجيه. طيب الراجل، مع اني انا مع كامل احترام الكوره ما كنتش حابب برضه انه حتى يدي فرصه يقول ان انا متاثر بالكلام وطنش الكلام ده، لكن هو برضه الناس دي راحت مناسبه. احنا بنتكلم برضه يعني هسيب حضرتك تتكلم، ولكن النهارده هو ده التدريب دلوقتي. مش دلوقتي يعني. انا اقصد الساعه 9 النهارده ده خلص طبعا. فاحنا هو ده كولر ده ولا مين اللي موجود؟ كولر. كولر صح. طيب فانا عاوز اقول لك كان في التدريب يعني النهارده. فانا عاوز اقول لك كابتن، انا بتريق. امر طبيعي يا كابتن. امر طبيعي جدا انك انت في ظل ده كله لما تشوف الهجمه اللي اتعملت على فرقه النادي الاهلي، وكانه الفرقه كلها جايه لها عروض احتراف. يا جماعه ده النادي الاهلي هو نادي محترف. صحيح. والنادي الاهلي نادي محترف وبوصل. لا ومش اي نادي. ومش اي نادي يعني. يعني اسمعوا كلام الناس عنده، كون انه في لعيبه والنادي الاهلي احترم رغبتها. لكن كل المنظر هذا جديد على الاهلي. لا، تعرض الاهلي قبل كده لفترات اشد من كده واتقال، وفي النهايه بيكون مصلحه الفريق اولا واخيرا هي اللي بتحكم قرار الاداره وقرار الجهاز الفني. صحيح. فامر طبيعي جدا انه كولر هيتعرض في الفتره اللي جايه، بقى سنه في عقده، لا هيجدد، لا ده جاي له عروض من مش عارف. بس لسه سنه يعني. ما انا بكلمك يعني. انا بقول لك اهو. لا يا استاذ محمود، لسه سنه. ما انا بقول لك اهو. فانت دلوقتي اسالك سؤال، احنا كنا قبل كده بنقول ايه؟ هل احنا هيتوقف ضدك التدليس والتشويه والكلام وبص اخبار مسمومه ومغلوطه والكلام؟ مش هيحصل. بالعكس، انت لما انت ربنا كرمك ونجحت ليه؟ لانك انت حطيت
ما حطيتش قطن بس في ودانك بس، ده انت قفلتها خالص عشان ما تسمعش، انت ركزت في مصلحتك وهدفك. ويمكن حتى الفيديوهات اللي بيعرضها دلوقتي الكاف اللي هي اسرار اللحظات الاخيره والغرف المغلقه وغرف اللبس وبتاع والكلام ده، بتقول لك شوف حجم الاستعداد وحجم الرسائل اللي اتقالت وحجم الثقه وحجم الدعم النفسي والمعنوي والكلام عن دور الطبيب النفسي والكلام عن دور المترجم الدكتور خالد جوادي والشحن يعني عاوز اقول لك ايه، طبيعي جدا انه كولر سيتعرض كما تعرض من قبل كل مدربين الاهلي عملوا نجاحات، يعني لو جيت عملت رصد وحواديت هيتقال على الكلام ده. موسيماني حتى في الفتره بتاعته خد شحن لما اتقال ايه، واتعملت عليه حمله منظمه من اكونتات مضروبه ماشي تدعي انتماء الاهلي وهي لا تنتمي للاهلي على الاطلاق، كان هدفها انهاء عقده الراجل ده في حاله التفوق على المنافس. ايضا قبل كده خد عن تجربه مانويل جوزيه وشوف اللي حصل فيه وكان الكلام اللي بيتقال وراح وجه ورجع. فانا عاوز اقول لك ايه، انت مستك في حاله الثبات الانفعالي داخل الملعب وخارج الملعب. اداره واعيه، جهاز الكره فاهم، كولر خلاص بدا يتشبع بالطابع المصري، بدا عارف اللي بيحصل، اكيد معاه يعني عاوز اقول ايه قريب منه كمان مترجم بطابع الاهلي، يعني ابن الاهلي مشجع عاوز اقول انه درجه ثالثه بامانه شديده، يعني ده برضه بيفرق في ان هو يوصل الرساله يعني. بخلاف مدير الجهاز طبعا الكابتن سامح حبيبي خبراته طويله الكبيره موجوده مع تاريخ في تاريخ النادي الاهلي وكل المشهد اللي احنا شايفينه طبيعي جدا هيحاول البعض بس اخبار للنيل من كولر. وانت خلاص داخل دلوقتي على بتفنش في اللحظات الاخيره في مسابقه الدوري، عندك ماتشات المؤجله، عندك 7-8 ماتشات ورا بعض هتلعبهم كل 3 ايام مباراه، من بينهم كمان مباريات الكاس، كمان ممكن السوبر الافريقي كمان يبقى في اغسطس لسه حتى الميعاد يعني لم يحدد الوجه، هل هو هيتلعب في السعوديه ولا هيتلعب على ارض البطل. فانا عاوز اقول لك ايه الذكاء بقى يا كابتن سليم، انك انت ايه تعيد تعود الفرقه للحضانه مره، خلاص خدنا فرحتنا فرحنا معلش يا استاذ محمود برضه احنا بقالنا كتير ما يعني حتى لسه كنت بتكلم مع كابتن ضيا في الموضوع ده ان احنا ما بقالنا كتير ما فرحناش يعني اقصد ان احنا ما كانش عندنا وقت يعني للفرح. ما انا بقول لحضرتك انت كده النهارده من بكره هتلاقي كل الكلام على يوم الخميس، كل الكلام ده خلاص كله التركيز على ايه؟ انك انت تعيد وخلاص، ان يمكن الجهاز الفني ده توجيهات يعني النهارده هسالكم على الدوري الاسبوع اللي فات ما كنتش عمري هسالكم على الدوري. ما انا بقول لحضرتك الوضع هيبقى ايه؟ ماشي الراجل رجع مبتسم وشاف يعني انا راجع ازاي يعني اسيب الفرقه وامشي والكلام، عاوز اقول لك على حاجه كل بس ايه، وفجاه واتعملت مداخلات مع وكيل اعمال كولر وهل ممكن يجدد او يقعد او يمشي كلام، يعني عاوز اقول لك ايه يعني برضو كلام برضو سابق الاهوان ولسه يا جماعه ليه الضغط، ليه الضغط مسيبه مساله الاستقرار والفريق، ليه الضغط ليه وكيل اعمال لسه كولر قال ايه قال لك الراجل لسه عقده مستمر فيه سنه، وكمان كولر عاوز يكسب المرحله دي في البطولات طبعا، يعني كل ما المدرب زي اللاعب يا استاذ محمود طول ما هو بياخد بطولات يبقى في مبرر ان هو يستمر في هذا المكان طبعا طبعا. فاعتقد انه كولر رغبته الخاصه ان هو يستمر، واحد بيكسب بطولات. هو احنا من دلوقتي هنناقش لا ما هي يعني يا اخي يعني ما تزعلش مني يعني يا استاذ جمال، ما هو يعني احنا من دلوقتي انا هنناقش حاجه بنرد كمان سنه ولا مش انا لا انا مش انا مش أيوة قصدي قصدك على ولكن انا بتكلم انه النقاش الاول كان بعد نهايه المباراه، هل سيعود كولر ام لا ام لا، هل سيعود كولر من سويسرا ام لن يعود. ايوه ما احنا وصلنا لهذه المرحله، وفي حاجه كمان الراجل شاور اهو على الكلام اللي كان موجود قال لك يا جماعه ما انا اهو انا جاي القاهره. في حاجه كمان في حاجه كمان مهمه جدا موضوع الكلام عن وجود عروض للاعبين ما تزعجناش لسبب لسه كنت هقول لحضرتك لسبب وضع طبيعي في كره القدم، ان انت بعد مرحله من التالق ومن الحصول على البطولات لعبتك مع تطور مستواها لازم تبص على الامر طبعا، والا ما يبقاش لهم سعر في عالم كره القدم صحيح. لكن هل ده معناه ان الفرقه هتقع؟ لا، هي نفس المجموعه. لا ما انا دلوقتي انا دلوقتي كمشاهد وكمشجع وحضراتكم لازم تكونوا معايا لان انتوا يعني اصدقاء الكفاح يعني او زملاء شركاء الكفاح او شركاء بالفعل شركاء لله. الكفاح الحمد لله. في ان احنا دلوقتي لو حد جه قال لنا ايه اللي يخلينا نثق في اداره الكوره او في لجنه الكوره، هقول له لا، لان السنه اللي فاتت حضراتكم او بعض من الجماهير كانت محتاجه او بتقول ان احنا ما عندناش مهاجمين وان احنا عندنا او بعد ما لا يشجع النادي الاهلي كان بيغذي هذه الفكره فكان البعض يقول لك ايه احنا ما عندناش مهاجمين. انا دلوقتي اقدر اطلع اقول لا يا جماعه احنا خدنا الرد 4 بطولات بافضل
بالظبط ناحيه هجوميه، عدد كبير من الاهداف، وبالتالي اقوى هجوم واقوى دفاع. ما هو الرد على كل ما يثار هذه الايام هو ما حدث، الماضي القريب. صحيح. الماضي القريب بيقول انه هذا الفريق بهذا المدرب بهذه الاداره قدرت تتغلب حتى على وجود صعوبات فنيه. ومع كل الاحترام صنعت البدائل. يعني انت عندك مشكله مثلا في المهاجم اللي هو الصريح او راس الحرب الصريح، في بدائل اتعملت، في تطور في اداء لعيبه اساسيين في الفريق. كابتن اسلام هم اللي عملوا التغيير والطفره في الاداء ده وفي النتائج. الصفقات اللي عملها النادي الاهلي بعد القرار التاريخي باراحه 11 لعيب او 12 لعيب في ذلك الوقت، انا قلت خدت شويه، خدت انا ساعتها تريقه غير طبيعيه. هذه الصفقات الجديده اللي عملها خصوصا القديمة الجديدة، القديمة الجديدة اللي اتعملت هي اللي اعتقد ان هم نفس اللعيبة يعني. ولكن بعد الراحة ده قدرة الادارة الفنية للفريق. برافو عليك. الاسلام انه قدر ان هو يعيد يعني اكتشاف يعني تعيد ضخ الدماء في اللعيبة، الرغبة والاصرار انه يدور على حلول رغم الظروف الصعبة. انه مثلا ينفجر بيرستاو تألق ويعده الثقه، انه ده كسب جنوب افريقيا او يعني طبعا. لا لا لا، هو كان افضل لاعب على فكره، افضل لاعب كان في المباراه. انه اكتشاف كهربا في مكان جديد، في كهربا مش راس حربة، كهربا بيلعب ده وينج اصلا، لكون يتحط في المكان ده الثقه. حسين الشحات يستعيد يعني بامانه وتألق من جديد. طبعا محمد علي معلول، انا بقول لك كل هذه الامور حمدي رغم ايه؟ رغم انه الراجل نفسه كان بيقول لك ايه يا جماعه، انا مش عارف اعمل كل اللي انا عايزه في الثلاث ايام، يعني ايه؟ ما تطلبش مني ان انا يعني، لكن ايه؟ انت شفت النسق الفني بتاعك تحسن تدريجيا، وما زال لسه حتى الان ينتظر جمهور الاهلي من كولر الكثير والمزيد من الاداء الفني الجماعي الراقي. واكيد الاداره عنديها في خلال الفترة اللي فاتت دي في شغل كتير، مش مطالب إدارة تشرح لك أنا هعمل إيه، لكن في حاجات أكيد بيتم الاتفاق عليها، في تدعيمات هتكون محدودة لكن ما تدعيمات مطلوبة بهدف الأفضلية، بهدف الظهور الجيد في كأس العالم للأندية في السعودية، بهدف عندك السوبر ليج الأفريقي. ممكن ما يكونش الظروف تبقى متاحة في صفقات جديدة إلا يعني إذا حصلت طفرة وتم التعاقد وإنهاء بسرعة، مهاجم مميز، تدعيم مثلا في ناحية مثلا علي معلول، تدعيمه في نص الملعب، تدعيمه في الدفاع. لكن عاوز أقول لك دي هتبقى واحدة اثنين ثلاثة بالكثير، لأنك أنت امتلكت عناصر مميزة، قوام المنتخب الوطني، تشكيلة أساسية، هدف، في شغل كتير لسه كابتن إسلام. فأنا عاوز أقول لك أنه كولر لم تبوح جعبته حتى الآن إلا بشيء قليل جدا، ما زال في جعبته الكثير والكثير للوصول إلى الأفضل والأفضل. فأعتقد أنه طبعا أنك أنت يعني في وسط الموسم، ودي غريبة علينا، دايما احنا كنا بنقول إيه دوري أبطال أفريقيا ده كان بينتهي دايما في ديسمبر، دايما طول عمره في السنة، دلوقتي انت بتلعب موسمين في موسم. فالنهارده بطوله انت انتهيتها والموسم المحلي بتاعك لسه ما انتهاش، لسه عندك حوالي 12 مباراه و11 مباراه في الدوري و13 مباراه. طبعا شيء صعب وكبير جدا عليك، وتلعب كل مضغوط بسبب الظروف، تلاحم المواسم، بسبب الضغط اللي عليك. برضو بنقول انه اتحاد الكوره برضو المره دي الوضع مختلف، دعم ووقف ساند بامانه شديده، لكن لا دي لائحه يا فندم، معلش لا دي لائحه، بس ثواني بس، ماشي بس برضو ماشي نفس ماشي بس لا وقف يعني برضو يعني ايه استجاب برضو للمباريات والتأجيلات، ولكن نقول ان هي لائحه وتم تطبيقها. معلش خلينا نقول بس في حقهم، في حقهم مره واحده. والله العظيم ما قصدي، والله لا اقصد، ولكن هي بالفعل لائحه. ما هي لائحه مش مختلف معاك، تاخد الكلام ده الناس هتاخد الكلام ده تقول لك ليه ما تطبقش على مش عارف ايه وايه وايه وايه. اي فريق، اي فريق يا فندم مصري بيتاهل للنهائيات الافريقيه كده، لازم اتحاد الكوره اتحاد البلد بيبقى داعم ليه، ما كانش داعم ليه بتبقى مصيبه. يعني عاوز اقول لك ايه، الكلام ده مش للاهلي بس، لو كان وصل للزمالك، لو كان وصل بيراميدز، لو كان وصل فيوتشر هناك لايحة للنهائي، هيبقى طبقا للكلام صحيح المتبع، انه عندما في هذه اللحظه، وده تصريحات رئيس الرابطه، انه لما توصل لنهائي افريقيا هنأجل لك كل اللي انت عايزه.
بس انا عاوز اقول لك ايه، يعني الروح برضو الايجابيه والاستفاده للكلام ده برضو يحترم برضو. ولكن عاوز اقول لك ايه، انت طبيعي جدا في بدايه برضو سؤالك انه كولر لن يسلم، لن يسلم، لن يسلم، لن تسلم، يعني نعمل حسابنا خلال الفتره اللي جايه على كده. تعمل حسابك اشد من كده، تعمل حسابك دلوقتي انت ثلاث ارباع الفريق جاي له عروض ماشي حاليا. طبيعي. الكلام اللي بيطلع بيقول لك 12 مليون دولار واللي يقول لك 15، ده انا لو عندي لاعب جاي لي 12 و15 مليون دولار مش هستنى، ده يعني هتعمل لك نقله، هتعمل لك نقله كبيره جدا، وهيبقى حاجه اضافه ليك كفريق قدرت توصل. بس الناس مش فاهمه، مش انا بكلم 12 مليون دولار والناس برده مش فاهمه. 12 مليون دولار ده يعني كام؟ انا بكلم 12 مليون دولار ده كتير. 10 في 3 10 3 مين؟ 300 400 400 500 مليون. وبعدين في حاجه نوصل عندك لاعب في الدوري المحلي ب 400 500 انت شغلتك ايه كنادي؟ يعني عاوز اقول لك لا انا ما اعرفش الارقام دي. انا بقول لك الكلام ده كله. بص لازم يا اسلام، لازم الناس تبقى فاهمه وتعي انه هناك لجان مخصصه تظهر ادوارها في مثل هذا التوقيت، في مثل هذا التوقيت. أوكي. للهدف ايه؟ بالدعاء انه ان هم اهلاويه، هم ليسوا باهلاوي. ليس افتح وشوف، هتتفرج وفتش، هتلاقي معموله من ايه؟ من شهرين ثلاثه، من اسبوعين. لا من الاكونتات الفيك طبعًا. لكن الاهلاويه الهدف ايه بقى؟ الاهلاويه انا بكلمك اهو طبعا، واحنا رصدنا الكلام ده، وقلنا في ازاي تم الضغط على موضوع موسيماني اللي اتاثر والازمه اللي حصلت والكلام ده، وكان الهدف انه ايه؟ موسيماني يعني ربنا اداله التوفيق في المنافسات المجاتله، فخلاص عاوزين نمشيه، ده عامل لنا عقده فاحنا نمشيه. كولر هيتعرض لحرب شرسه مع لو حصلت اي لقطه، او لو حصلت اي لمس، او حصلت اي انا بدور لك عليه حاجه مش عارف الاقي لك حاجه دلوقتي. فامر طبيعي جدا لابد يكون فيه هدوء، ومن الافضل يعني حسب التصريح واللي اتقال انه خلاص الفريق هيقفل على نفسه، اختفاء اعلامي تماما في الفتره اللي جايه، تركيز على ايه؟ مباريات الدوري والكاس اللي هيتلعب، وده هو ده الامر الطبيعي. وده اللي عاوز اقول لك ايه، برضو هنعود لمره ثانيه بنقول علينا باغلاق الاذن والتركيز في الملعب، لانه ما تعتقدش ان برضو مباريات الدوري مش تبقى سهله، لا هتبقى منافسه قويه جدا وصعبه جدا. طيب. خاصه الفرق اللي عندها مشاكل في صراع الهبوط. المشكله او السبع ايام اجازه او ست ايام اجازه تقريبا الكولر اداها للاعبين، هل ده يفرق مع اللعيبه؟ يفرق طبعا في التوقيت ده. اصل هي دي المسائل، مش يعني انت عندك مراحل، في مرحله فرصه بالنسبه للجهاز الفني بعد في نهايه مشوار صعب جدا، اللي هو المشوار الفتره اللي فاتت الافريقي، يعني المشوار الافريقي والمحلي، فرصه انك تجد ست سبعة ايام مره واحده اللعيبه تشم نفسها يعني بعيدا عن الضغوط. ايوه يعني اذا طبعا كنا المنتخب خلاص اذا كنا بقى المشكله بقى المتداولين بقى يعني هو يعني ازاي احنا بنتعب احيانا من مش احيانا دايما من المتابعه انه النهارده اغلق ملف فتح ملف صحيح. انت مجرد انك بتقفل وتفتح دي في حد ذاتها متعبه، فما بالك باللعيبه نفسهم. وبعدين بس انا عايز اقول برضو نقطه مهمه على الضغوط الملقاه على النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني بشكل عام خلال الفتره دي، انه النادي الاهلي هو قطر متحرك في وسط الدوشه وفي وسط الضوضاء يا كابتن اسلام. حقيقي في وسط الدوشه دي او مصنع شغال. المصنع ده في وسط الدوشه هيبطل شغل؟ لا بالعكس، ده هي الشغل طبعا، بالعكس ده يغريك بانك تقدم ما هو افضل وتجود في المنتج بتاعك، وتطلع برضو في النهاية منتج يرد بالنيابة عنك على كل اللي بينتقدوه. وده اللي احنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت بشكل واضح جدا، وانا بقول ان هو ده قدر النادي الاهلي كنادي بطولات. هو قدره ان هو يشتغل وسط الضجة والضجيج. ده مهم جدا ولازم يتقال، يعني بمعنى انت عندك مانويل جوزيه، عندك هيديكوتي قبله بسنين، عندك كل المدربين اللي حققوا بطولات مع النادي الاهلي كان في وسط الدوشه دي، في وسط الهيصه دي. وستظل الدوشه دي ستظل موجوده، مش هتبطل يعني طالما هتختفي. بالظبط. استاذ محمود شفت جول محمد عبد المنعم ولا ما شفتوش؟ على فكره في نهائي افريقيا طبعا يعني. شفته؟ شفت الكرة فاكره؟ شفت الكرة في الجول، ولعبت الوداد بتتفرج عليها. على فكرة عاوز اقول لك على حاجة، اتفضل. يعني هدف محمد عبد المنعم
معاني معلول ده مش اول مره يا كابتن اسلام. ده هدف ده أنا الهدف عارف. الاصعب انا عارف على فكره هدفه في الرجاء لا اتحاد المنستير ايوه لا لا ده كمان بدايه المشوار انت شوف الرجاء قطع ازاي يعني بعد ما ضيع ضربه جزاء وشوف الكوره يعني شفت الجون انت طبعا شفته وجول يدرس ما مش اي حد يجيب برده الجول يعني برده علي معلول رجله حساسه في الاوفر والقطع بتاعت عبد المنعم تحرك عبد المنعم وتحرك عبد المنعم وهروبه طبعا ما انا بقول لك تحرك عبد المنعم ورحت على وهروبه برضو فيها توفيق كبير من ربنا برضو ربنا كافئ ليه لانه في جهد اتعمل وفي شغل اتعمل وفي بطوله العام الماضي انت اديت فيها بقوه والتوفيق لم يكن حليفك ربنا سبحانه وتعالى برضو سبب لك الاسباب ومنحك الفرصه وخلاك كملت في البطوله ولما اداك الفرصه انت كنت على قدر المسؤوليه وبذلت الجهد وتاهلت وطاحت ببطل طول الاخر طاحت بالرجاء طاحت بالترجي وصلت للمباراه النهائيه مع الوداد لعبت مباراه كبيره في القاهره كانت كفيله انك انت تنهيها باكثر من 3 اهداف لكن سبحان الله ربما كان للهدف الذي سجله سفيان بوهرة اللاعب الوداد كان ربما يكون كان دافع ليك وحافز ليك زي ما قال كره في المحاضره ان احنا مطالبين ان احنا نسجل هدف هناك انت رحت بدوافع مختلفه ربما لو رحت وانت فايز 2-0 ربما كانت الامور ممكن تكون يعني اهدى وكانت هتبقى مفاجاه بالنسبه لك وده لو اتكلمنا عليه هنقول عليه حصل قبل كده احنا كسبنا هنا 3-1 الترجي ورحنا هناك خسرنا في وضع رغم ان احنا برضو تعرضنا في تونس وقتها لحادثة الاوتوبيس وبتاع ولكن الاهلي رفض يصير ازمه ولعب المباراه تحت ظروف وبدون فار وكل التفاصيل اللي احنا عارفينها دي أوكي. يعني ما بتقفش عند المسائل انت كل حدوته احسم المباراه في الملعب تحسمها ليش من بره وتعمل لي الشغل اللي هو بيتقال ده طب انا مش عاوز اقول لك ايه انا هرجع لك انا بقى والله العظيم اقسم بالله ان انا بحلف اهو وقلتها يمكن معاك قبل كده كابتن من سرعه تنفيذ اللعبه الركنيه والله ما شفته في تصوير يا كابتن انا شفت لعيب تصوير يا رئيس تصوير والمعلق لعبوا دور في ان هما ايه الكاميرا زي ما تقول راحت بعيد اسرع واخده شوت بعيد تشوفها. واللعبه سريعه جدا انا بكلمك بمنتهى الامانه تنفيذ اللعبه سريع جدا انا اول حاجه شفتها لان انت في الوقت ده مركز على ايه ان انت تجيب جون باي طريقه بقى انا في انا عايز الشاشه انا شفت اللعيبه بتجري والمعلق هيتجنن مبسوط كان رؤوف خليفه كان هيتجنن قلت يبقى جون انا ماليش دعوه بقى جت ما جاتش انا مالكش دعوه بقى مين اللي وداها جن والله العظيم ما فكرت اللي انت عايزه والله ما فكرت انا قلت اهم حاجه ان دي جون والله الواحد بيسمع حاجات غريبه قوي يا استاذ يعني اليومين دول الدنيا موديانا في سكه ال خلينا في الكوره احسن خلينا دايما في الكوره ونتكلم في الكوره طيب الفتره اللي جايه يا استاذ جمال يا استاذ محمود ايه اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني فيما يخص هذه الامور بدايه جديده تماما خلاص انسى الاربع القاب اللي انتوا عملتوهم بنشكركم عليهم جدا 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 الموضوع انتهى نزل بقى الستاره على المرحله دي أوكي. المرحله الجديده انت عندك وده اللي انا دايما اقوله مع حضرتك هنا اهم حاجه عندي دوري العام لان هو اللي بيدينا الكل هو اللي بيعمل لك كل السيناريو ده بعد كده صحيح هو نقطة الانطلاق ودي اللي كانت مزعلانا الموسمين اللي فاتوا مع موسيماني يعني هي دي كانت المشكلة مع موسيماني كانت دي المشكلة الحقيقية أوكي. فاحنا بنقول انه اهم حاجة دلوقتي التركيز في ماتشات الدوري يا كابتن واعتقد في ماتش كاس كمان لا ماتش منتخب السويس منتخب السويس يبقى في 25 26 حلو يبقى انت عندك عندك انهاء بطولة عندك انهاء او 26 انت هتلعب 23 فهتلعب زي 25 ما هي بعدها 26 عندك حسم بطولة اللي هي بطولة الدوري هي الاغلى والاهم والاكبر عندك بداية بطولة اللي هي الكاس الجديد صحيح فانت في مرحلة في اسبوع واحد ده كله محتاج تركز جدا جدا أوكي. في كل لحظة ان انت تستعد اوكي يوم 15 يوليو القادم موعد لقرعه النسخه الاولى من بطوله دوري السوبر 8 انديه الاهلي الوداد ترجي حوريه كوناكري بترو اتلتيكو سيمبا تنزاني سان داونز مازيمبي
من المفترض المنافسات تنطلق ان شاء الله يوم 23 اكتوبر. ده بمناسبه الكلام اللي قاله الاستاذ جمال، لانه الدوري خليك تروح لدوري ابطال افريقيا، ودوري ابطال افريقيا ما بتكسبه بيحطك في الرانكينج رقم واحد او اثنين او يعني على حسب، وبالتالي انت موجود في كاس السوبر. اعتقد ان البطوله دي يا استاذ محمود هتختلف حتى في قيمتها الماديه. لا ده مش اختلاف كمان، زي تكمله الكلام الاستاذ جمال عاوز اقول لك على مسابقه الدوري لازم انت دوافعك تبقى مختلفه، لانك هتواجه منافسه شرسه على المستوى المحلي طبعاً. انه الكل عاوز يوقف البطل يعني. اللي هيعمل نتيجه مع الاهلي هيبقى عمل النتيجه ايه، هي دي المفاجاه يعني عملت معاك تعادل قدرت تفوز عليك، فدي في حد ذاتها هيبقى فيها جهد من المنافسين شرس جدا لمحاوله احراجك، لمحاوله احباطك، لمحاوله ايقاف انتصاراتك في الدوري وتحطيم الرقم اللي انت ايه ماشي ومكمل فيه. فاعتقد انه ده في الحسابات كلها، يبقى كولر عنده حساباته وازاي هيوائم فيها. طبعا توفيق كان حليف في عمليه ايه الروتيشن كان بيعملها اللعيبه، خاصه اللعيبه الدوليين ما ياخدوش راحتهم بخلاف اللعيبه الاخرين، اكيد هيكون عنده ترتيبه اللي هو ياخده. سوبر ليج بقى الكل منتظر بقى البدايه بتاع سوبر ليج اللي هتقام في تنزانيا وشكلها والنظام اللي هتتلعب عليه، هل اكيد ما اعرفش هل هم هيعملوها نظام مجموعتين من اربع فرق ولا هيتعمل بنظام خروج المجموعه؟ كان ابتدى من دور الثمانيه والنوك اوت على طول خروج المجموعه، ده مبدئيا ده اول مره اول بطوله عشان الوقت بس. عشان الوقت اكيد بخروج المغلوب، فهتبقى انت طبعا بطل بطل الابطال، حسابات برضو هتبقى معاك ايه مختلفة. حسابات مختلفه هتواجه يعني شراسه غير متوقعه، الكل هيحاول برضو يزيحك من الطريق يخرجك بدري عشان ايه تزداد اماله. فاعتقد برضو شوف برضو يا كابتن اسلام مع برضو الموسم الطويل ده ومعاك برضو في نفس الوقت يعني مسابقه محليه وعندك منتخب وكمان عندك قرعه كاس العالم يوم 12 يوليو خلاص، وتصفيات كاس العالم هتبدا في نوفمبر ماشي بطولات كل ده ايوه بطولات على طول. يعني عاوز اقول لك ايه، كل ما يكون تمتلك دكه على نفس مستوى الاساسي يعني الاحتياطي على نفس المستوى الاساسي ده بيديك الدعم باختيار عناصر مميزه في هذا التوقيت. عشان اقول لك ايه، التدعيمات اللي هتتم اضافتها للفريق هتكون بحساب ذات قيمه للتجويد للإجادة للأفضل للبحث عن الأفضل لسد بعض الثغرات اللي موجودة معروفة، واحد اثنين ثلاثة صحيح. أبرزها يمكن اللي هو رأس الحربة المميز، طبعا دي هتاخد جهد كبير جدا في ظل المشهد اللي انت شايفه ارتفاع الأسعار والمبالغ الكبيرة جدا هتبقى حاجة صعبة. فأنا عاوز أقول لك الكل هينتظر البداية بتاعة السوبر ليج وشكلها والحماس وموقف الاهلي هيبقى عامل ازاي، وبطوله جديده اعتقد هتبقى طبعا ما اعتقد ان يعني ايه هتبقى فرصه كبيره جدا دوافع يعني عاوز اقول لك يعني الجوائز الماليه كبيره جدا، البطل 11 مليون دولار حاجه كبيره دي تغري يعني يسير لها اللعاب، هتبقى عندما تكتب لك البطوله الاولى هيبقى حاجه كبيره جدا دخول من اوسعه كمان التاهل. ما انا بقول لحضرتك كمان ده منح انه بيقول لك في تجاه الاتحاد الافريقي انه يعفيك كمان من دور ال 32 في دوري الابطال تخش المجموعات على طول، برضو دي حوافز مهمه جدا ودي خطوات كويسه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون الاهلي حاضر بلاعبته وبادارته وبجماهيره في هذا الحدث الكبير. المنتخب الوطني الاول والمنتخب الوطني الاولمبي، اعتقد منتخبنا الوطني الاول وفوزه النهارده 3-0 وقبل كده على غينيا او من يومين ثلاثه على غينيا في مباراه يوم 14 2-1 وتاهله للبطوله الافريقيه في ظل وجود هذا الجهاز الفني حتى الان. يعني انا لما سالت كابتن ضيا على هذا الامر قال لي يعني ما شفناش لغايه دلوقتي لا يمكن تقييمه. هو لا يمكن تقييمه لانه الطبيعي بالنسبه لمنتخب مصر ان هو يكون موجود في كاس الامم في النهائيات، لكن في بوادر بتقول انه المدير الفني ده شغال بشكل محترم ومنظم ويبحث عن يعني عينه على قدام شويه، بدليل ان هو بيحط عينه دلوقتي على مواهب ولاعيبه واعدين هيحتاجهم في المرحله القادمه، لانه هيبقى محتاجهم في مرحله وده الاهم بقى الاختبار، مع انه بقى سهل يعني من وجهه نظري اختبار الوصول لكاس العالم بعد النظام الجديد. يعني انا بقول قد يكون ده كابتن ايه حاجه كويسه صحيح يعني ممكن تسهل، لكن برضو لازم يبقى في استعداد قوي جدا لان جاء هو مرزق فيتوريا بصراحه لانه لكن لا بس خلي بالك شغال كويس، يعني انا شايف ان انا بتكلم يعني عليه كمدرب شغال كويس
بقول ان هو ايه يعني عنده فكره في دماغه رغم ان هو اول مره يمكن يدرب منتخبات بس بيحاول تطبق انما بيحاول يعمل استاذ محمود لا طبعا هو فيتوريا طبعا هو لعب المباراه السابعه بالنسبه له والنتائج كويسه الناس يعني. برضه بصه بتقول لك ايه احنا عاوزين نلعب مع البرازيل ما هو بلجيكا تقريبا بس اللي معانا انا لعبت منتخب كبير لعبت ماتش كويس قدام بلجيكا اه لعبت ماتش كويس طبعا انا قصدي الناس بتتكلم ان ده ماتش بس انت هو النهارده تجد انه الحفاظ مثلا على تحسين التصنيف بتاع الفيفا انت عندك صراع مع منتخب الجزائر على فكره على الدخول من ضمن الخمسه او السته الكبار انت متفوق بعد ايه نتائجك مع غينيا وفوزك النهارده على جنوب السودان منتخب الجزائر ربما كان عنده مش عارف اخفاق في التصفيات عنده مباراه كمان في ما هيلعبها باين مع الكونغو وهيلعب مباراه مع تونس وديه ورا بعض فعاوز اقول لك ترتيب برضو التصنيف للحفاظ عليه اعتقد انه الفتره اللي جايه بعد اجراء قرعه كاس العالم اكيد لابد يكون في جدول من المباريات اللي يعني تصل بيك للمستوى المطلوب يعني النهارده لعبت مع منتخب جنوب السودان وعاوز اقول للناس يا جماعه جنوب السودان كانت بتلعب في كاس العالم للشباب اتاهلت من هنا من القاهره وبصوا على عناصر منتخب جنوب السودان بامانه شديده انتظروا جنوب السودان كرويا مستقبلا هتشوفوا فرقه من النوع وبرضه اقول لك ايه ممكن نجد لاعبين محترفين يلعبوا عندنا هنا يعني هتلاقي منهم عناصر مبشره ومنتخب يستحق الاحترام رغم انه ايه يعني الكره ناشئه والدوله ناشئه لكن طبعا عاوز اقول انه ايه الناس يا جماعه ما تقش كده خلاص الكره ما عادش فيها صغير وما عادش فيها كبير صحيح. بس انت بتبقى عندك هدف انه الراجل ليه اهداف ودير فني نحترم انت عاوز تلعب بقى المنتخبات الواو الفيدي عشان تلعب مع البرازيل محتاج تدفع بالدولار عشان تجيبها تلعب معها عشان تلعب مع مش طب اول حتى نلعب مع المنتخبات الافريقيه اللي هي ايه مثلا بتنافسنا والافضل مننا نعمل معاهم مباريات ودي بعدين افكر ايه طيب. في اوروبا لما انا عندي شركه تسويق تيجي تعرض عليا تعالى نلعب هنشوف هنشوف لكن عاجبك الشكل العام لكن بامانه الشكل العام عاوز اقول لك على حاجه انت النهارده اديت برضو ايه عناصر جديده ده كويس جدا صحيح. انك انت بتجهز وبتقلل السن برضه فكره برضه ماشيه يعني بصوره كويسه فانا عاوز اقول لك ايه ده شيء كويس جدا ويعني عاوز اقول لك خطوه مهمه جدا انك انت تتاهل للامم افريقيا امم افريقيا اللي جايه صعبه جدا كوت ديفوار كوت ديفوار هتشاهد بطوله في منتهى الشراسه مش هتقل عن اللي حصل في الكاميرون محتاجه استعداد انت ليس هدفك التاهل انت هدفك ان تعود مره اخرى لقمه التتويج الكلام ده مش هيجي في يوم وليله لابد من التجهيز والاعداد ومسابقه منتظمه وجهد في ظل الضغط المتواصل لصالح ان المنتخب يرجع لمكانته المعهوده في التصنيف العالمي والتصنيف الافريقي اتمنى ان شاء الله في يعني لفيتوريا وللجهاز الفني ونحن نتخلص من بعض العيوب اللي فينا نحن نركز في المنتخب بس يعني خلي هدفنا المنتخب نبعد عن الحاجات اللي هي مالهاش لازمه اعمل تصريح عشان ادور على حاجه تحقق لي مصلحتي أعمل الكلام ده انا ما بشوفوش غير مع ناس بعينها وغريبه جدا برضو بيغلب عليها الطابع الانتماء لفريق على عينه انا بقول لفيتوريا احمي نفسك واحمي منتخبك من مثل هذه الامور بامانه شديده ولازم تكون الصوره واضحه يعني طيب منتخب الاولمبي وهو دلوقتي في المغرب لاستعداد استعدادا بالظبط كده طبعا المنتخب الاولمبي انا دايما بشوفه هو مستقبل الكره المصريه نعم. في اي عصر لانه هو زي ما بيقولوا القوه الاحتياطيه القويه جدا اللي هتشكل المنتخب الاول وبالتالي عاجبني برضو حالة التفاهم بين فيتوريا وبين ميكالي ان هو قايل له انت ليك الاولوية دلوقتي على اساس ان انت داخل بطولة رسمية وبطولة مهمة طبعا بنتمنى من خلالها هتكون بطولة قوية جدا طبعا بنتمنى من خلالها نوصل الى الاولمبياد باذن الله وان امكن وان كان هذا هو الهدف الاصعب الفوز ببطولة الأمم الأفريقية أستاذ محمود منتخب الأولمبي وميكالي احنا أبطال أفريقيا في تحت 23 عملنا بطولة تاريخية بصراحة بأمانة هنا في القاهرة من البطولات اللي بصراحة كان فيها إثارة ومتعة وتعامل وتأهل منتخب الأولمبي طوكيو طبعا طبعا منتخب الأولمبي وده كان تعويض عن الإخفاق بتاع المنتخب الأول في نفس السنة على طول بعدها
منتخب الاولمبي يعني طوكيو وعمل نتائج في حدود الناس، برضو عندنا طموح في ان احنا نروح للافضل من كده بامانه شديده. عشان كده انت جبت مدرب عمل الميداليه في 2016 مع ريو دي جانيرو مع المنتخب البرازيلي، منتخب عنده عناصر مميزه. اتمنى ضربه البدايه هتبقى مهمه جدا في البطوله، هيلعب مباراه وديه مع الكونغو، اعتقد اول مباراه تكون مع منتخب جامبيا، اعتقد هتبقى مباراه مهمه جدا. الفوز فيها هيدفعك للامام ويديك الثقه، يخليك تحتاج الى فوز اخر تتاهل الى الى الى, إلى الايه في تدخل السيمي فاينل على طول. فاعتقد انه الفوز يعني التاهل مش الهدف بقدر انك انت تصل للمباراه النهائيه وتلعب على المباراه النهائيه. الكلام ده ما يقلش انك انت تفوز بيها. اعتقد عندنا عناصر مميزه، عندنا يعني كل الامكانيات متوفره، دعم كبير من الدوله بامانه شديده، المنتخب سافر بدري، معسكر مبكر، عمل مباراه وديه، تعادل مع غانا هنا 1-1، رايح لك تلعب مباراه وديه قبل انطلاق البطوله. اتمنى التوفيق للمنتخب، ان شاء الله يكون حاضر في اولمبياد باريس يا رب ان شاء الله. ولازم يا كابتن نقول برضو حاجه اخيرا، انه بتاع ميكالي عنده مهمة صعبة جدا، أن المدرب السابق له كابتن شوقي غريب حقق أشياء مهمة جدا مع هذا مع هذه المرحلة السنية، وبالتالي بيلقي عليه بمسؤولية أكبر. يعني أنت مشيت شوقي، أنت مشيت شوقي غريب لأنه ما وصلكش، ما وصلش بيك لمرحلة أعلى في الأولمبياد، في الأولمبياد. فأنت محتاج نقلة، يعني يجب على هذا المدرب أن يضع هذا في اعتباره ويحدث نقلة فيه. معاه مدرب، ما معاه مدرب من الجهاز، معاه كابتن شيتوس، شيتوس يعني واحد طبعا من العناصر هو المدرب مهم جدا بأمانة شديدة، وبصراحة إضافة يعني طبعا. وإن شاء الله برضه وائل يكون ليه دور برضه في توضيح الصورة لمكان توصيل معلومة طبعا إن شاء الله. يا رب نتمنى المنتخبات مصر سواء الأول أو الأولمبي كل التوفيق، وطبعا نتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله من بكرة هيكون التركيز على إيه؟ أيوه على الدوري العام المصري. من بكره كل حاجه انتهت، كل الامور رايحه في اتجاه ان شاء الله دوري التركيز التام على الدوري العام المصري. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.